مساء الخير أعزائي المشاهدين. اليوم نحن وياكم رح نكون كمان بمباراة رياضية، لكن هالمرة رح نكون بكرة القدم، مباراة مهمة جدا للمنتخب اللبناني لكرة القدم المتواجد حاليا بمدينة بانكوك التايلندية. المنتخب اللبناني عنده مباراة كتير مهمة أمام منتخب تايلند لازم يفوز فيها، بعيدا عن الحسابات الأخرى بين منتخبي العراق وفريق الصين، ليقدر يحقق أفضل مركز ثالث لإله ليضمن أكيد تأهله لبطولة آسيا 2015. بدي أشير أن المنتخب اللبناني ولا مرة تأهل لبطولة آسيا إلا مرة واحدة، وكان التأهل بما أنه كان صاحب الأرض سنة 2000، يعني بعرق الجبين ولا مرة قدر المنتخب اللبناني يتأهل لبطولة آسيا. وهالمرة بطولة آسيا رح تكون سنة 2015 ورح تكون بأستراليا، مكان ما متواجد جالية لبنانية كتير كبيرة. متأمل أكيد منتخبنا الوطني اليوم يقدر يعمل إنجاز بتايلند ويفوز على المنتخب التايلندي يلي بين هلالين هو المنتخب الوحيد بالمجموعة، مجموعة المنتخب اللبناني من دون ولا أي فوز. كل هالشيء أكيد رح نتأمله اليوم أنه يقدر المنتخب اللبناني يتخطى منتخب تايلند. بدي أشير أنه بذهاب التصفيات المنتخب اللبناني والتايلندي التقوا مع بعض والفوز كان لصالح منتخب لبنان بنتيجة 5-2، الشيء يلي أكيد بيعطينا إذا فينا نقول أفضلية معنوية بالنسبة للمنتخب اللبناني. الشيء كان ب 22/3/2013 وهيدا منتمنى اليوم يتكرر، ومتمنى أنه كمان بحسابات أخرى بين المنتخب الصيني والمنتخب العراقي أنه يقدر المنتخب الصيني هو يفوز على منتخب العراق لحتى نضمن أفضل مركز ثالث، من دون ما فوت كمان بلعبة أكيد فوارق الأهداف يلي هي رح تكون كتير مهمة. بابز عنا صورة حاليا من تايلند قبل ما ننتقل لكمان ضيفنا موسى حجاج نجم كرة القدم اللبنانية، أكيد رح يكون معي باستوديو اليوم ليواكبني قبل ما يستلم التعليق زميلنا من تلفزيون ميادين جوزيف أبي شاهين، رح يعلق أكيد على المباراة بين لبنان وتايلند. إذن المباراة منتظرة بشكل كتير كبير. رح نضلنا دايما أكيد نذكركم باللقاء الآخر يلي عم يصير بالإمارات بين منتخب العراق ومنتخب الصين، لأنه بأثر كتير على نتيجة المنتخب اللبناني. إذن بدي رحب بهالوقت بالكابتن موسى حجاج. كابتن موسى يعطيك العافية. الله يعافيك. أول شيء بنشكر وجودك معنا اليوم. أكيد. بنهار كتير مهم لكرة القدم اللبنانية، خاصة إذا يعني بنعرف شوي الأمور معقدة. نعم. بس إذا المنتخب اللبناني قدر عمل نتيجة على منتخب تايلند نرجع منفوت بالحسابات. كيف شايف أول شيء الوضع اللي نحن وصلنا له حاليا بتأهلنا لبطولة آسيا 2015؟ شوف بشكل عام وبشكل سريع الوضع منيح، رغم انه بمطرح ما يعني خسرنا نزفنا بعض النقاط، كنا وفوارق الاهداف كمان صحيح طبعا كنا يعني بوضع احسن من هلا، وكنا رحنا على المباراه مرتاحين اكثر من هيك، لكن انا بشوف الامور منا صعبه. نحن اليوم اتكلنا على انفسنا، المباراه ما فينا نقول عنها سهله، نحن عم نلعب بارضهم وبين جمهورهم وهيدا عامل جيد لتايلند، لكن مستوانا اعلى، نحن مفروض نكون افضل، وبغض النظر عن باقي نتائج المباريات نحن واجب علينا الفوز اليوم. الضغط النفسي يعني لما فريق منتخب عم يلعب ضد منتخب تاني، اول شيء منتخب تايلند ما عنده ولا اي نقطه. صحيح. ما عنده شيء يخسره، بده يجرب اكيد يخلص التصفيات على الاقل يمكن بنقطه او ثلاث نقاط معنويه بكون له، بين المنتخب اللبناني بحاجه للنقاط الثلاثه باي ثمن. شوف انا يعني بشوف المدرب جيانيني حطهم بهذا الجو، شالهم من الضغط النفسي والعامل النفسي ما يكون مؤثر. بالنهايه مباراه نحن بحاجتها وعم نلعب برا ارضنا، مفروض انه ننزل نقدم اداء جيد والنتيجه نقدر نجيبها، بس ما بدنا استعجال اليوم. مباراه ساعه ونص نقدر ناخذها بلحظات، المهم هن ثلاث نقاط وما نطلع بغيرنا. انا بشوف الفرصه كبيره، منا صغير. موسى اذا بنطلع بتاريخ لقاءات الفريقين بنشوف انه المنتخب التايلندي فاز علينا ثلاث مرات، نحن فزنا عليه مره وتعادلنا مرتين، لكن الشيء المنيح انه اخر مباراه جمعت المنتخبين كانت لصالح المنتخب اللبناني على أرضنا بلبنان، وكانت النتيجة كبيرة 5-2. هذا الشيء قد ايه بيساعدنا؟ طبعا هذا شيء معنوي عالي جدا، نحن متفوقين معنويا ونفسيا وحضور داخل الملعب، بيبقى الأداء وهو اللي بيحسم نتيجة المباراة. هذا أمر إيجابي، أنا بشوف نحن أفضل من المنتخب التايلندي كعناصر فردية، بيبقى يمكن هن شوي بالانسجام الجماعي أدائهم أفضل منا. بيبقى اليوم نحن مفروض نشتغل على الأداء الجماعي ونقدر نستوعبهم، لأنه على أرضهم أقل هو في الشوط الأول من المباراة، وبالشوط الثاني نقدر نحسم المباراة.
كيف شايف تحضيرات المدرب الجانيني؟ التحضيرات جيدة لا بأس بكل المقاييس يعني هلا بتشوفه كمدرب قادر يقود المنتخب اللبناني على القليلة كما نتمنى كرياضيين لبنانيين؟ أكيد 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 ما بينقصه شيء ما يقود المنتخب أكيد يعني راضي عن كل عن التشكيلة، التشكيلة صارت معك إذا بتحب يعني تشوفها كمان شوف التشكيلة هي منا كتير يعني عندنا غير. إصابة محمد العلي خان إصابته قديه ممكن تأثر علينا يعني هو دائما هذا موقع حساس وموقع بالدفاع وموقع حساس يعني مفروض يشوف البديل اللي يكون جاهز لهذا الموضوع لأنه هذا موقع حساس ما فينا نلعب فيه كتير بس بتصور يعني المستويات متقاربة جدا ما بين اللاعبين واللي حيخوض المباراة مفروض يكون محضر نفسيا وذهنيا وبدنيا ويكون جاهز لخوض المباراة. قد ايه برأيك اللاعبين هنو عم يلعبوا على أرض الملعب رح يكون بينهم بالنتيجة الأخرى لأنه بنفس الوقت عم بيصيروا بين العراق والصين، قد ايه برأيك هذا الشيء؟ هيدا عامل سلبي إذا فاتوا بهذا التفكير. برأيك ما لازم أبداً يكونوا أبداً. هن عندهم ساعة ونص، عندهم مباراة مهمتهم يجيبوا ثلاث نقاط. بيبقى أكبر فرق من الأهداف كمان لأنه لازم نفسر المشاهدين شوي موسى، عندنا ناقص خمس أهداف بينما المنتخب العراقي ناقص هدف واحد، يعني إذا المنتخب الصيني بفوز اليوم بلقاء اليوم بفارق مثلا هدفين او ثلاثه هذا شيء ادفانتج لنا خاصه نحن اذا قدرنا نعمل كمان فوارق لحتى يكون افضل ثالث لننقص الفارق بس نحن يعني لما نفوت على المباراه في عندنا اولويات في عندنا اهداف الهدف الاول من المباراه انه نحن ناخذ ثلاث نقاط هذا الهدف الاول الهدف الثاني من بعدنا ناخذ ثلاث نقاط طبعا لو تفرض سيطرتك على المباراه وحتى استحواذ كامل على المباراه من هون بتقدر تشوف انت كمدرب وحتى كلاعبين خلال المباراه اذا انت قادر تعمل سكور كبير ولا لا فما نفوت نحن بتفكير سريع انه نحن لا فايتين لنربح بعدد اهداف كبير وبنقوم نحن ندخل مرمينا هدف وبنخسر المباراه تخيل ما بعد عندنا اي فرصه الفرصه الهدف الاول والاولويه الاولى من المباراه هي احراز النقاط الثلاثه باي اول شيء باي فريق بدون ما نفكر بعدين بتجي الخطوه الثانيه اذا عندنا قادرين حسب مجريات المباراه اذا قادرين بما انه الخصم ما عنده حافز ما عنده منافسة ممكن انه يكون بعد ما يتلقى مرمي هدف او يشوف انه ثلاث نقاط راحوا ممكن انه يفتح ملعبه ويصير خصم سهل انك انت تقدر تعلي سكور لانه كمان لنفسر اكثر للمشاهدين المنتخب اللبناني عنده خمس نقاط من انتصار وتعادلين وخسارتين اذا قدرنا فزنا اليوم بصير معنا ثمان نقاط ساعتها اذا المنتخب العراقي خسر او تعادل نحن بنكون ضمننا تأهلنا لكاس اسيا 2015 قد مهم على المنتخب اللبناني يتأهل للمرة الأولى بعرق جبينه طبعا لكأس آسيا نحن لعبنا يعني خضنا غمار كأس آسيا 2000 لكن على أرضنا باستضافتنا كانت بلبنان وانت كنت عم تلعب صحيح وكان حلم لبناني وللأسف ما قدرنا استغليناه وكان على أرضنا وخرجنا من الأدوار الأولى وبمباراة تعادل مع تايلاند كان بدنا فيها فوز تعادلنا فيها 1-1 أنا بشوف هذه خطوة كتير منيحة عم نشوف عم توصلنا الصورة بهالوقت من مدينة بانكوك موسى عم نشوفها نحن وياك أكيد تفضل صحيح أنا بشوف مهمة جدا لكرة القدم اللبنانية عامة انه نحن لانه المنتخب اللبناني هو صوره عن واقع فوتبول لبنان وهو نتيجه حاله كره القدم اللبنانيه فنحن اذا بنكون هونيك وتاهلنا لهونيك هذا بيعطي نظره للبنان جيده جدا ونحن شفنا من خلال التصفيات الماضيه انه شوي نحن قدرنا عملنا نتائج كم قد صار عندنا عدد من اللاعبين المحترفين وصار عليهم طلب بالعالم صحيح العربي اقل وبالجوار فهذا امر مهم وهذا ما يساهم بشكل او باخر بنسبه كبيره بتطوير لعبه كره القدم في لبنان وبيجيب الجمهور وبيجيب الاستثمار وبيجيب هذا عوامل كلها مساعده نحن بحاجه جدا يعني طبعا بحاجه الى بكل المقاييس وبكل المعايير وعم نشوف موسى لاحظنا انه جمهور يعني جمهور ما في جمهور كبير عم يتابع المنتخب التايلاندي على ارضه وهذا يمكن ادفانتج لا 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 انا هون شوي بدي خلف خبره يمكن قبل بخمس دقائق وسبع دقائق ممكن تلاقي الملعب مليان برأيك. شعب بتايلاند انا لعب عليه هذا الملعب, بالالعاب الاسيويه ب98 ب98 وقتها فازوا علينا 1-0 فازوا علينا 1-0 صحيح بحبوا لعبه كره القدم كثير شعب طيب بسكر ملعبه وبشجع خلال وقت المباراه كلها حماسيين عامل مؤثر لانه هذا الملعب بيساعد بحدود 60,000 او 65,000 شغله كثير حلوه يعني هلا ممكن نشوف خلال المباراه قديش الملعب بصير فيه جمهور قبل ما افتح موضوع العراق والصين يلي كمان كثير مهم بدي هيك اذكر بسرعه بعض النتائج هون عم نشوف اكيد بنفس الوقت عم نشوف الجمهور يلي بعده منه كبير انت عم تراهن انه رح ينتقل الملعب
بلعب. انا بتصور هيك انا بقول في صعوبه شوي. على كل الاحوال ب 10/12/98 المنتخب تايلاند فاز على لبنان 1-0 بدوره الالعاب الاسيويه، المباراه كنت عم تلعب فيها. ب 18/10/2000 بكاس اسيا 2000 بلبنان تعادل 1-1 بين المنتخبين، كمان انت كنت عم تلعب. صحيح. كيف كانت هالمباراه؟ يعني انا بس تنذكر المباراه في يمكن كره بالدقيقه 87 او 88، كنت انا منفرد انا حارس المرمى، وهي كانت مباراه يعني اللحظات الاخيره. طبعا كانوا هن مستواهم اعلى من هلا بكثير، فريق كان متجانس وفريق كثير كبير، وطبعا صدى للكره حارس المرمى، كنا 1-1 وهذه الكره لو دخلت كنا نتاهل للدور الثاني. واو طبعا يعني شعور بتاثر طبعا بتذكرها هيدا الحال. على كل الاحوال ان شاء الله اليوم تكون الامور كلها ايجابيه امام تايلاند. ب 17/5/2001 لبنان خسر مع تايلاند بتصفيات كاس العالم بنتيجه 2-1. كمان بنفس التصفيات بالاياب تعادلنا 2-2 نحن 2-2 وانت كمان سجلت. انا سجلت. صحيح. سجلت الهدف الاول ولا الثاني؟ الهدف الثاني. الهدف التعادل. التعادل وأضعنا كمان فرديتين. طبعا مش انا وزملائي، يعني كنا مسيطرين على المباراه. عندك تاريخ امام تايلاند. يعني كنا مسيطرين على كامل المباراه بهيدي المباراه تحديدا، وكنا قادرين نروق. اهدرنا كم هائل من الفرص بهذه المباراه تحديدا. وبكأس الملك التايلاندي المنتخب التايلاندي ب 21/1/2009 فاز بنتيجة 2-1 على منتخب لبنان. وآخر مباراة يلي هي بنتمنى اليوم تكون مباراة اليوم تشبهها، 5-2 بمدينة كمين شمعون الرياضية ب 22/3/2013، واليوم عم نلعب بالإياب وهي مسابقة آخر مباراة، متأمل تكون نتيجة إيجابية. العراق والصين، قد ايه برايك في حظوظ ان المنتخب الصيني يحسم، لانه في تنافس على المركز الثاني؟ يعني هن بعد ما حسم بعد ما حسمت. صحيح. بمجموعتهم انا بشوف بهيك كنظره اولى الفريق الصيني او المنتخب الصيني افضل من 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 المنتخب العراقي، ولكن بيبقى الاصرار والعزيمه والروح المنافسه موجوده، ونشوف قديش هن العراقيين عندهم اصرار على 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 خوض المباراه وانه يقدروا يحضروا النقاط. بس كمعطيات فينا نقول انه الفريق الصيني افضل، عنده عم يلعبوا بالامارات، يعني مش بارض العراق. هي المفترض تكون ارض العراق، وهذا كمان صحيح، هذا عامل كمان ايجابي للمنتخب الصيني، انه كمان العراق ما عم يلعب منتخب صيني، ممكن لمنتخب لبنان كمان بطريقه غير مباشره، لانه ما عم يلعب على ارضه المنتخب العراقي. مش يمكن يكون في عدد من الجماهير بالامارات العراقيه، بس ما حيكون بالشكل الكافي اللي اذا لعبوا فيه بارضهم وبجمهورهم. انا رايي اتوقع فوز الصين بهذه المباراه. اذا فاز الصين يعني صارت الامور للمعادله اسهل بالنسبه لنا. مهمتنا نحن الاساسيه ان احنا نتفوق بالمباراه، نفوز ونخلص التصفيات بثمان نقاط ونضمن افضل مركز ثالث ونروح لبطوله اسيا 2015. وعم نلعب باستراليا مع جاليه لبنانيه هائله طبعا. قد ايه هون كمان هيدا ممكن يساعد كره القدم اللبنانيه؟ يعني شوف يعني هيدي المباراه مفتاح كبير كثير كبير. طبعا بشوف في عده خطوات. مجرد نحن تاهلنا، نحن قديش عندنا جاليه لبنانيه باستراليا كثير كبيره، نحن عندنا عدد لاعبين لبنانيين باستراليا. صح. على مستوى عالي جدا. مجرد ما لاعبين مع المنتخب الاسترالي بيقدر يلعب مع المنتخب اللبناني. نحن مجرد تاهلنا لهذا الموضوع، هودي عمليه جذب هذا اللاعب ليجي، بدك تغريه انه انا جاي العب مع منتخب. اوكي هذا المنتخب عم يلعب باسيا، عم يلعب ببطوله اسيا. صح. صار عنده رغبه، صار عنده حب انه يجي، وطبعا هو بحب بلده. فتحنا التواصل اكثر بالضبط، فتفتح ابواب كثير كبيره بكل المقاييس. هي بتصب في المصلحه العامه لكره القدم لبنان، وبتعمل لها نقله نوعيه. بتمنى اكيد هالشيء. موسى شو رايك نذكر انا وياك نستعرض الاسامي يلي اختارها المدرب جيانيني للقاء اليوم؟ على مركز الدفاع يوسف محمد المحمدي، نور منصور، كمان معتز الجنادي، عندنا على النص حسن معتوق، عباس عطوي، هيثم فعور، وليد اسماعيل، وكمان علي حمام موجود بالتشكيلة إلى جانب الكابتن رضا عنتر. وهون بدي أسألك رضا عنتر، يعني شو ممكن يكون عنده إضافة هاللاعب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، يلي لما يكون موجود على أرض الملعب بالفعل بنشوف الأمور بتتغير كتير. مش بس عنده إضافة، بل عليه يمكن هو اللاعب الأكثر عليه مسؤولية، هو اللاعب الأنضج واللاعب الخبرة الأكثر ولاعب محترف على مستوى عالي. عنده مهمات
أساسية، قيادة المجموعة، قيادة الفريق من الناحية المعنوية والنفسية والتحفيز والتشجيع وإدارة اللعب داخل الملعب، تسريع الأداء، تبطيء الأداء، هو يعني عنده عدة مهمات، وإن شاء الله يكون اليوم بقمة عطائه لأنه بيقدر يعمل فرق وبيقدر يقود المجموعة. خاصة هو لاعب وسط، طبعاً هو, هو ميزان الفريق اليوم، أكثر واحد بتعرف يعني هذا لاعب الوسط، هو ميزان الفريق وميزان المجموعة اليوم، يعني بشكل أو بآخر سنتأثر بمستواه. مستواه كان جيد، المنتخب طبعا حيعمل فرق لانه اللي حواليه فيه كمان لاعبين صغار بحاجه لثقته وتعليماته وقيادته خلال المباراه وبيقدر يعمل. نحن انا بقول انه وعندي ايمان كتير كبير بامكانيات اللاعب اللبناني، وانا عم بحكي عن الامكانيات الفرديه، يمكن عندنا نواقص بالحركه الجماعيه او بالاداء الجماعي اذا صح التعبير، لكن بالامكانيات الفرديه احنا هائلين. اي لاعب لبناني مع كره هو لاعب ممتاز، لكن العمل بلا كره هون عندنا نحن الضعف، وهذا اللي بيمتازوا فيه التايلاندي بالعكس، هن كلاعب جماعي افضل منا، على الصعيد الفردي نحن افضل منهم اكيد. هذه بكل الرياضات بلبنان على كل الاحوال، نعم نعم، لانه نحن بنفتقد يعني فتي جرنان والهودي، المفروض هو بيطلع بالصف الاساس، هو بيطلع بالصف يعلموه كيف يشتغل بلا كره، كيف يتحرك من دون كره، مع الموهبه اللي عنده بيطلع لاعب كامل، لكن ما عندنا اياها. نحن للاسف عندنا مواهب عاليه جدا، يعني في عدد لاعبين ممكن نذكرهم ممكن ينهي مباراه بكره لحاله لانه موهوب وبمهارات فرديه بيقدر يخلص مباراة، بيبقى الفوارق بالعوامل الجماعية بالأداء الجماعي. بتصور أنا جانيني عنده هيدا شاف هيدا نقطة الضعف إذا فينا نقول، لأن ما بيقدر يخلصها ويخلص منها بمرحلة قياسية بوقت طبعا قليلة، بس أقل هو حد من خطورتها علينا. يعني حتى انا يعني ممكن اعطي رايي بالشوط الاول، بتصور انا اليوم بالشوط الاول حيلعب بتحفظ رغم انه نحن بدنا المباراه جست ضبط، يعني طبعا نحن بدنا المباراه لكن مش مستعجل، وهو من النوع الايطالي ما حيكون كتير عشوائي هجومي، حيكون حذر، هو مهاجم يعني هو صحيح لاعب كان مهاجم، ولكن المباراه تقتضي هيك. اول شيء حنلعب برا ارضنا، جماعه هوديك ما عنده شيء يخسروه، ممكن يلعبوا مفتوح ويكون ادائهم الهجومي سريع علينا، نحن مفروض يعني نستوعبهم اقله في الشوط الاول، وعندنا وراء كثير نقدر نلعبها في الشوط الثاني. بنكمل التشكيله مع محمد غدار وعباس حسن، هو طبعا حارس المرمى، يوسف غدار قد اليوم عنده شغل بالمباراه؟ محمد غدار يعني عليه العبء الهجومي كله، هو وحسن معطوق مفروض عليهم انهاء المباراه اليوم، ان شاء الله بيكون محمد من اللاعبين الجيدين والمستوى العالي ومهاجم جيد، يمكن ما كان عم يتوفق بالمباريات السابقه، كان بعيد شوي عن مستواه بسبب بعده عن التمارين والاصابه والى ما هنالك، بتصور هلا بهالمرحله رجع لمستواه، هو لاعب ذكي بيقدر من فرص قليله جدا بيقدر يخلص بيقدر يخلص. عباس حسن كحارس، عباس طبعا وجوده مطمئن، وجوده بيعطي ثقه للاعبينه لخط الظهر اللي عندنا، حارس كبير عنده خبره وخاض مباريات وقدم مستوى جيد جدا، اليوم عليه واجب تأمين حراسة المرمى وعدم التهور نهائيا، لأنه الهدف إذا بيدخل مرمانا مكلف جدا. برأيك موسى يعني بدي يكون كتير متفائل، وما بعرف حاسس بالتفاؤل اليوم وحاسس بالإيجابية وحاسس منتخب لبنان رح يتأهل لكأس آسيا 2015، إذا هذا الشيء اليوم صار قد ممكن هالشيء ينسينا الماضي القريب، يعني التصفيات التأهل للمونديال 2014 وكل المشاكل يلي صار إن كان التلاعب الرشاوة، صحيح قد ممكن هيدا الشيء اليوم يصير بالفعل ينسينا يعني كل الماضي القريب؟ أنا فيني أوصف بعبارة إنه فيني ينسينا بس الماضي، نفتح صفحة جديدة ويكون عنا ثقة بأنفسنا أكثر مما نحن فيها، لأنه نحن عنا إمكانات لكن الثقة مفقودة، وما حدا يعني عم يشتغل جدي لا ما نحن مش حنوصل، لا نحن بنوصل بس نحن بدنا نشتغل لنوصل، ما عندنا نواقص لازم نكملها، ما حدا يخاف لازم يكملها، من تحضيرات من استعدادات، وطبعا كله بيتعلق بالامور الماديه ما حوالين اللاعبين وامكانات اللي بتنوضع للمنتخب ليكون باحسن مستوى حتى على الداخل اللبناني، نرجع بنقول انه المنتخب هو نتيجه حاله كره قدم لبنان، نتيجه حاله انديه، انت اليوم تيجي تاخذ منتخب تاخذه من الانديه مع اللاعبين المحترفين، فهيدا باب كتير كبير وهيدي خطوه للامام كتير كبيره، هيدا مما يفتح مجال حتى للانديه انه لاعبينا مما اجى عرض
يقدر يظهر لعالم الاحتراف، لانه نحن بنستفيد منه ونحن عم نشوفه وعم نلمس انه اللاعبين اللي عم تعمل فرق اليوم بالمباريات هن اللاعبين المحترفين. انا بعرفك صريح كتير وفي سؤال هيك ببالي بسمعه كتير باللي بيتعاطوا كرة قدم بلبنان، الكل بيقارن بين منتخب الجنينة ومنتخب تيو بوكر. انت وين بتشوف واليوم برأيك الجنينة اذا خلص المهمة بنجاح كمان رح ينسوا هيدا المنتخب يلي قدر يفوز باكبر المباريات بالتصفيات؟ شوف انا ما بدي روح لكلمة ننسى لانه شيء قطع ومضى، يعني ما بدنا نعيش على أحلام. بس بعدنا منقارن، بعدنا كتير منقارن. ما فينا نقارن لسبب لأنه اللاعبين والمجموعة والعناصر اللي كانت مع بوكير منا موجودة مع جنيني بعد التوقيفات وبعد غياب لاعبين. ما فيك تقارن، يعني أنت في عندها نقص 6-7 لاعبين. ما فينا اليوم أكبر فرق العالم إذا بيغيب عنا لاعب واحد جيد تتأثر، فما بالك أنت 4 أو 5 لاعبين أساسيين غايبين. ما فينا نجيب هيدا لهيدا، هيدا مرحلة وهيدا شيء وهيدا شيء. اليوم هيدا عنده شغل، عنده لاعبين فاتت على المنتخب جديدة وصارت عناصر أساسية جديدة ما كانت موجودة بالسابق، عم يشتغل عليها. لكن بيبقى أنه اليوم عندهم مهمة وإن شاء الله كلنا نحن بنتمنى ونحن داعمينهم ومعهم أنه يقدروا يقدموا على الخطوة أقله أنه يجيبوا نتيجة المباراة الإيجابية واتكال على رب العالمين. إن شاء الله موسى رح نبقى أكيد معك كمان على الهاف تايم، رح نكون كمان مع موسى حجاج وإن شاء الله بنهاية المباراة نكون فائزين ومتأهلين ونحتفل سوا نحن ومشاهدي الألبسية. رح نكون أكيد بنقل مباشر من مدينة بانكوك بعد وقت قليل، رح يستلم زميلنا من تلفزيون ميادين جوزيف أبي شاهين مهمة التعليق على المباراة. المخرج رح يرجعنا أكيد لأرض الملعب وعم نشوف هون حدا من الجماهير اللبنانية، يعني بجالي اللبنية أصلا موجودة وين ما كان، وهيدا شيء يعني بنلمسه على طول. انتم كلاعبين سابقين بتعرف وين ما تروح بتلاقي في لبناني، لو لبناني واحد هذا الشيء بكبر القلب. ان شاء الله القلب يضل كبير اليوم ويكون كمان كبير وفرح حاسس بالسعاده مع نهايه المباراه ونكون متاهلين لكاس اسيا. اذا ثواني قليله وبيستلم زميلنا جوزيف ابي شاهين التعليق على المباراه بين منتخب لبنان ومنتخب تايلاند. شكرا غياس وشكرا للكابتن موسى حجاج نجم المنتخب اللبناني سابقا ونجم نادي النجمة والمدرب السابق لنادي النجمة. مشاهدينا الكرام برحب فيكم نحن مباشرة من ملعب رجب أنقالة بالعاصمة التايلاندية بانكوك لنقل مباراة تايلاند ولبنان، مباراة مهمة جدا بمشوار منتخب لبنان بتصفية كأس آسيا 2015 لكرة القدم. بعد لحظات رح تنطلق المباراة تايلاند مع لبنان،
هالمرة مش موجودين بأرض الملعب، إنما عم نتابع هالمباراة عبر الأقمار الصناعية. تايلند بتيابها الحمراء بمدرجات شبه خالية عم تستقبل لبنان، لأنه تايلند فقدت كل الأمل بأنه تتأهل على كأس آسيا. دخول اللاعبين على أرض الملعب تحت شعار Don't Delay Play، هيدا هو مخطط أو برنامج الاتحاد الآسيوي للفوتبول، عدم المماطلة باللعب، وهذا برنامج لرفع القيمة الحقيقية أو المدة الفعلية لممارسة كرة القدم بالمباراة لحوالي 60 دقيقة من أصل 90 بكل ماتش. إذن تايلند مع لبنان، رح أذكر بسرعة أولا تشكيلة تايلند بعدين هيك منستمتع بتشكيلة لبنان على مهلنا. تشكيلة تايلند بحراسة رقم 4 شون لاتيت جانتاكام، رقم 5 تاناساك سريساي، 7 داستاكورن تونغلاو، قائد الفريق رقم 10 تيراسيل دانغدا اللي سجل هدف سابق بمرمى لبنان، رقم 12 أدول لاسو، 13 جاكابان كاوي بروم، 14 تيراتيب وفينو تاي، 16 كوراكوت فيريا أودوم سيري، 17 أناوين جوجين، 21 بيافون بونتا، و 23 سيوارك تيدسون جوين. يمكن شوي الأسماء صعبة، ولكن خلينا نستمتع بعدها بنشيد الوطني للمنتخب اللبناني. هذا النشيد الوطني اللبناني، طبعا نشيد الوطني لتايلند الدولة الآسيوية. إذن مشاهدينا الكرام، من البداية منعرف نحن وين وكيف وليش. مثل العادة نحن بتصفية كأس آسيا 2015 لكرة القدم. شو هي كأس آسيا؟ هي الكأس القارية اللي نحن منوع فيها بكل قارة بالعالم، في بطولة قارية، بكأس أوروبا في كأس أوروبا، بأوروبا في كأس أوروبا، بأمريكا الجنوبية في كوبا أمريكا، بالكونكاكاف أي أمريكا الشمالية والوسطى، في الجولد كاب الكأس الذهبية، بأفريقيا في كأس أمم أفريقيا، بينما بآسيا في كأس آسيا اللي بتلعب مرة كل أربع سنوات. نحن بالتصفيات يلي بتوصل لكأس آسيا 2015 يلي رح تلعب لأول مرة بأستراليا. يمكن تتفاجئوا ليش بأستراليا، لكن أستراليا انضمت مؤخرا للاتحاد الآسيوي من بضع سنوات، وبالتالي رح تكون النسخة فيها. هيدا تشكيلة المنتخب التايلندي، من أبرز اللاعبين فيها رقم 10 تيراسيل دانغدا، وحارس المرمى سيوارك تيسدون جيون هو رح بيكون موجود اليوم بتشكيلة المنتخب التايلندي. تايلندي يلي بيدربها كياتي سوك سينام وانغ، يلي كان عنده المؤتمر الصحفي امبارح شوي أزمة طبية، عنده ألام بحنجرته ما كان موجود. كياتي سوك سينام وانغ الملقب بزيكو، واحد من أبرز اللاعبين السابقين بمنتخب تايلند، ومن اللاعبين يلي قدروا كمان احترفوا خارج البلاد. إذن Don't Delay Play، هيدي دعوة لرفع معدل اللعب بكل مباراة 60 دقيقة من أصل 90، نحكي معدل اللعب الفعلي دايما. ومدرب تايلند كياتي سوك سينام وانغ الملقب بزيكو هو أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية بتاريخ تايلند، 131 مباراة ومسجل 70 هدف، يعني واحد من أبرز الشخصيات. لاعب نادي وانغ أن جالاي الفيتنامي، وقبل الجيش المسلح السنغافوري والتايلندي، وعدت لاعبين أندي عفوا بتايلند. تشكيلة المنتخب اللبناني هي اللي بتهمنا، على رأسها رضا عنتر لاعب الوسط
خلصت المنتقل حديثا من نادي شاندونغ لونينغ الصيني لنادي جانكسو السينتي. منتخب لبنان بيمثله بحراسة المرمى رقم 23 عباس حسن، بقلب الدفاع يوسف محمد، نور منصور، معتز بالله الجنيدي، ثلاث مدافعين اليوم مع المدرب جوزيبي جانيني، بخط الوسط حسن معطوق، عباس عطوي، هيثم فعور، وليد اسماعيل على الجهة اليسرى طبعا لازم يكون، وعلي حمام على الجهة اليمنى، بينما كمان بقلب الوسط رضا عنتر يلي عنده عدة أدوار يلعبها، وبخط الهجوم مهاجم رأس حربي وحيد هو محمد غدار. هذا الفريق التايلندي بتياب الحمراء، تايلند لسنوات ماضية لعبت بالقمصان الصفراء احتفالا بذكرى عيد الثمانين للملك التايلندي، لكن عادت لتياب الحمراء، وبما أنه تايلند تلعب بالأحمر على أرضها المنتخب اللبناني رح بيكون بتيابه البيضاء الكاملة. هذه مدرجات استاد رجا مانجالا، هالملعب يلي بيتسع ل 65 ألف متفرج، 50 ألف منهم بيكونوا جالسين. والتشكيلة على الشاشة لافت بالتشكيلة، خليني أقول مين ما عم بيشارك فيها، يعني حتى ما أقول مين عم بيشارك، من الأسماء البارزة الموجودة على مقاعد البدلاء هو المهاجم محمد حيدر، المهاجم المحترف بالدوري السعودي، وسوني سعد المهاجم المحترف بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه هي من أبرز الأسماء الموجودة، وخصوصا أيضا ما لازم ننسى حسن شعيتو موني، موني صاحب الهدفين بالمباراة الأخيرة مع تايلند. حكم المباراة من اليابان ياماموتو يوداي بعين أوتشي شينجي وهيروشي ياما أوتشي. ضربة البداية للمباراة رح تكون بعد ثواني قليلة بتوقيت الساعة 4 بلبنان. منتخب تايلند بتيابه الحمراء الكاملة عم بيهاجم من يسار الشاشة إلى يمينه، ومنتخب لبنان بتيابه البيضاء الكاملة عم بيهاجم من يمين الشاشة إلى يساره. إذا بالبداية قلنا نحن وين وكيف، هلا بدنا نقول ليش وكيف منتخب لبنان بيتأهل على كأس آسيا. بالتصفيات الآسيوية حاليا في خمس مجموعات، أولى تانية ثالثة رابعة خامسة، في 16 منتخب خلينا نقول بالبداية رح بيشاركوا بكأس آسيا بال 2015. المنتخبات الثلاثة يلي تأهلوا مباشرة هن يلي احتلوا أول ثلاث مراكز بالنسخة الأخيرة بال 2011 يلي أقيمت بالدوحة، يلي هن اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية. أستراليا أيضا بصفة المضيفة كمان منا كانت بحاجة لهالموضوع لحتى تتأهل. بالإضافة لهالثلاث منتخبات أول اثنين من كل مجموعة من التصفيات بيتأهلوا مباشرة، خمس مجموعات يعني صار عنا 10 بيحتلوا المركزين الأول والثاني، منضيف عليهم الثلاثة يلي هن يتأهلوا مباشرة. هون طابة لمصلحة المنتخب اللبناني، محاولة اختراق سريعة عم بتكون ببداية اللقاء، طابة بتمرق برضا عنتر تلعب على الجهة اليمنى، محاولة رفعها ولكن كورنر لمنتخب لبنان ببداية هالمباراة. أيضا علي حمام لاعب نادي النجمة يلي كان في محاولة لانتقاله لنادي مازيمبي الكونغولي، واحد من أبرز الأندية بقارة أفريقيا وبطل أفريقيا السابق. نشوف علي حمام بالإعادة كان عم بيجرب يكسر الطابة لعند محمد غدار، لكن الدفاع التايلندي بآخر لحظة بينقذ الموقف عن طريق تيراتيب فينو تاي. كورنر لمصلحة منتخب لبنان، يوسف محمد اللاعب العائد من إصابة كتير قوية أبعدته عن الملاعب، إصابة بالركبة تعرض لها كثير قاسيه، محاوله ضربه ركنيه لمنتخب لبناني خطيره، دخل منطقه الجزاء والهدف الاول لمنتخب لبناني، 1-0 لمنتخب لبنان بيسجله محمد غدار، ما بيقدر يحصل على الطابه من علي حمامه، بيحصل عليها بالكورنر ولبنان بيتقدم بعد دقيقتين 1-0 براس الغدار، بيغدر فيه الدفاع التايلندي وحارس المرمى السيواراك وبيسجل اول هدف بالمباراه. اشتعلت عبكير لبنان 1 تايلند 0 بعد كورنر. اللاعب يلي عنده خبرة كتير كبيرة بشرق آسيا محمد غدار، هاللاعب يلي احترف لفترة طويلة مع نادي كيلانتان الماليزي، والهدف الأول لمنتخب لبنان بعد هالكورنر السريع. شوفوا هالتمركز الذكي، يعني خلينا نقول أذكى ما في الهدف هو تمركز محمد غدار، ويمكن مش أذكى ما في الهدف هو الرقابة من الدفاع التايلندي على محمد غدار، رأسية بسهولة بسددها محمد غدار فوق رأس الحارس يلي بيفشل تماما انه يصد الطابة. لبنان 1 تايلند 0 بعد 3 دقائق على بداية هالمباراة، مباشرة من العاصمة التايلندية بانكوك. محمد غدار مهاجم ما بيرحم ابدا، مهاجم عمره 30 سنة، لعب لفترة طويلة مع نادي النجم اللبناني، احترف بالشباب البحرين، الاهلي المصري، تشرين، والجيش السوري، وكيلانتان يعني الماليزي. عم بيتميز هاللاعب بشكل كتير كبير محمد غدار، 16 هدف دولي مع المنتخب اللبناني بمباراته الدولية ال 36.
اذا نرجع بنكمل المعطيات اللي هي كثير مهمه، يعني التقدم هو جدا جدا مهم، ولكن المعطيات كيف لبنان بيتاهل على النهائيات هي ربما تكون اهم اليوم بهالمباراه تحديدا. اذا 10 منتخبات بيتاهلوا من التصفيات كاول وكثاني، 3 من النسخه الماضيه بيصير في 13، قديش بيبقى؟ بيبقى عندنا 3 منتخبات، الثلاث منتخبات الباقيه رح بتكون بطل كاس التحدي بال 2012 اللي هو كوريا الشماليه، بطل كاس التحدي بال 2014 يلي بعد ما لعبت، والفريق يلي بيكون افضل مركز ثالث، صاحب افضل مركز ثالث بمجموعته. نحن بمجموعه بتضم ايران، الكويت، وتايلند. بعد 5 مباريات المنتخب اللبناني بالمركز الثالث مش ممكن يلحق بالكويت، لانه الكويت مع 9 نقاط، نحن معنا 5، وبالتالي نحن عم ننافس مع فرق من غير مجموعات لنكون صاحب افضل مركز ثالث. واكثر فريق ممكن ينافسنا هو من المجموعه الثالثه، محل ما الصين عندها 8 نقاط والعراق عنده 6، وهن عم يلعبوا بنفس وقت هالمباراه مع بعض، مباراة تقام بنفس هالوقت وهي نتيجتها 0-0 بعد 5 دقائق على انطلاق هالماتش. طيب لمصلحة تايلاند نرجع لأجواء المباراة، بلعوبة خمطة الجزاء خطير لمصلحة تايلاند، تسديدة، برافو عباس حسن، رائع رائع عباس حسن، تسديدة عم بتكون من اللاعب كاوي بروم، كاد يكوي المرمى اللبناني ولكن عباس حسن بيعمل إنجاز ممتاز وبيخلص هالطابة ببراعة بعد 6 دقائق على انطلاق الماتش. شوف بالإعادة الطابة هون، الدفاع اللبناني يعني ربما كان صعب التشتيت عليه ليوسف محمد دودو، ولكن بالنهاية عباس حسن خلص الوضع. عباس حسن حارس مرمى محترف بالسويد، يعني معظم حياته الكروية بالسويد، ما لعب مع ولا نادي بلبنان إنما بس مع المنتخب، حارس مرمى نادي ألفسبورغ بسويدي وسابقا نوركوبينغ، حارس مرمى عملاق طوله 1.97 متر، ساهم جدا طوله وتمركزه الصحيح بصد هالفرصة لمنتخب التايلند. لبنان 1-0 بعد المنتخب اللبناني عارف انه لازم بهالمباراة يسجل اكبر عدد من الاهداف، ليش؟ لانه لبنان اليوم اذا كان نتيجته كبيرة واكثر من 5 اهداف قدر يفوز على تايلند بيتأهل على النهائيات بغض النظر عن شو ما كانت نتيجة المباراة الثانية بين العراق والصين. نحن إذا ربحنا بنتيجة صغيرة بهمنا أنه العراق ما يفوز على الصين، أما إذا ربحنا بنتيجة أكثر من 5 أهداف ساعتها ما منعود فرقانة معنا شو ما كانت النتيجة الثانية يلي عم تلعب بالإمارات بين العراق والصين. ليش بالإمارات؟ قالوا الزملاء بسبب الوضع الأمني وفرض حظر دولي على العراق على إقامة المباريات. سيرع بمتصف الملعب رضا عنتر وهيثم فعور اللاعب العائد، طب لمصلحة المنتخب التايلاندي دودو، يوسف محمد صمام الأمان بقلب الدفاع بخلص هالكرة الخطيرة جدا، رامي التماس كوراكوت ويرايا المنتخب التايلاندي بعد هالصدمة الأولى المبكرة عم بجرب يستوعبها وبالتالي عم بجرب يوصل للمرمى. المنيح بهالمباراة وبهالجولة خلينا نقول انه كل المعطيات لمصلحة لبنان. شو هي المعطيات؟ أول معطى انه تايلند ما عنده أمل أبدا يتأهل، تاني معطى انه بمباراة العراق والصين اثنيناتهم لازم يربحوا وبالتالي ما في فريق ممكن يستخف بالآخر، يعني نحن لو الصين متأهلة كان ممكن تكون سهلة الأمور للعراق والعكس صحيح، لكن نحن بمباراة العراق والصين عم بيصير في معركة كسر عظم، بينما نحن هون الأمور بإيدنا وكل ما نسجل عدد أكبر من الأهداف كل ما تكون الأمور لمصلحتنا. لبنان ولا مرة شارك بكأس آسيا من خلال التصفيات، شارك مرة واحدة بس، كان هالشي سنة 2000 لما لعبناها على أرضنا ببيروت بطرابلس وبصيدا، بينما المنتخب التايلندي شارك بعدد كتير كبير أكثر من لبنان، إنما ولا مرة تأهل للدور الثاني، علما بأنه بأول نسخة استضاف المنتخب التايلندي سنة 72 حلت فيها ثالثة تايلند، لكن عدد الفرق كان كتير ضئيل. من بعدها تايلند خرجت من الدور الأول ب 92 96 2000 2004 و2007 لما كانت واحدة من الدول المضيفة لهالبطولة، وهنيك فازت على عمان 2-0.
1-0 نتيجة إذن لمصلحة المنتخب اللبناني. مباراة الذهاب يلي أقيمت بلبنان انتهت بفوز لبنان 5-2. مباراة كانت نتيجتها جيدة، وخلينا نقول هو إنه هو الفوز الوحيد للمنتخب اللبناني بهالتصفيات كان على المنتخب التايلندي، لأنه لبنان تعادل مرتين مع الكويت وخسر مرتين مع إيران. ليش نحن بدنا 5 أهداف لحتى يعني نشهل إذا بدكم بالترتيب تبعنا؟ لأنه نحن بمبارياتنا مع إيران تعرضنا لخسائر، خسارتين كتير كبار. أول مباراة مع المنتخب الإيراني لبنان سقط بخماسية بطهران على استاد أزادي، والمباراة الثانية أمام إيران خسرها لبنان 4-1 بعد التفجير يلي صار بالسفارة الإيرانية ببيروت، وكانت المباراة من دون جمهور. ربما لو كان الفريق أقل لكن يمكن إذا فزنا 3-0 اليوم أو 2-0 ممكن نتأهل على كأس آسيا. طبعا مقطوع من الدفاع اللبناني، محاولة تقدم لأمام، محمد غدار بحاول يطلب الطابة ولكن طبعا عند حسن معطوق، محاولة تلعب طبعا ملعوبة بالعرض ولكن من الدفاع مشتتة ومسددة مباشرة. حارس المرمى عم يعمل خطأ كتير كبير، ومحاولة المنتخب اللبناني بتجي الهدف الثاني مطالبة بركلة جزاء بنالتي، لكن الحكم بيقول ما في شيء. يعني حكم حارس مرمى المنتخب التايلندي بحالة يرثى لها، يجب الاستفادة مباشرة من هالموضوع، لكن الطابة بتقطع خط المرمى. يعني بالفعل هون حسن معطوق نجم نادي العهد السابق اللي احترف من سنوات بالإمارات العربية المتحدة مع عجمان والشعب، لاعب حسن معطوق يعني بحاجة لثقة كتير كبيرة لأنه عنده موهبة عالية. حسن هون عم شوف بالإعادة لمسة اليد، والحكم كان بموقع مناسب لحتى يضبطها، علما أنه حكم المباراة ياماموتو يوداي عمره 31 سنة وما عنده خبرة كتير كبيرة بمباريات يعني مفتاح بالقارة الأسيوية. طبعا مقطوعة خطأ من وسط منتخب لبنان، تطلع على رمية تماس، رمية تماس من بيافون بونتاو، محاولة تقطع هالطابة. المنتخب التايلندي صار في عدة تغييرات بصفوفه بعد ما استلم كياتيسوك سينامونغ تمرين المنتخب خلفا لفينفريد شيفر المدرب الألماني. 10 دقائق على بداية المباراة، تايلند 0-1. علي حمام، يلا يا حمام حلي على الجهة اليمنى، والطابة ملعوبة مباشرة لكورنر، والكورنر شيء كتير منيح لأنه الكورنر هو إجا منه الهدف الأول بهالمباراة. طابة بيقطعها كاوي بروم لخارج أرض الملعب، هذا جوزيبي جانيني. يعني باختصار إذا بدنا نلخص لكم، جوزيبي جانيني كلاعب كان أسطورة، نعم أسطورة وبشدد على هالكلمة، إنما كمدرب ما عم بيقدر يحقق النجاحات. بنتمنى إنه يكسر القاعدة ويفشلنا خلقنا مع المنتخب اللبناني ليكون أول نجاح له بعالم التدريب لجوزيبي جانيني أمير روما السابق. كورنر عباس عطوي، اليوم في عباسين عطوي، واحد مشارك واحد غائب. عباس عطوي اونيكا لاعب العهد مصاب مش موجود. عباس عطوي طابة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء مجددا للمنتخب اللبناني، والهدف الثاني كاد يتسجل، لكن هالمرة الحارس بيكون واعي أكثر وبشطط الطابة مباشرة موجودة مع لبنان. رضا عنتر ملعوبة داخل المنطقة، محاولة مراوغة، الدفاع التايلندي متكتل، 8 لاعبين داخل منطقة الجزاء، ونعرفين إنه المنتخب اللبناني متعطش ليسجل هدف ثاني. مراوغة كانت كثير طويلة، لكن بالنهاية لازم ننتبه، المنتخب التايلندي منظم. شوف الكاونتر اتاك، هجمة مرتدة، في لاعبين على الجهة اليسرى طالعين، لاعب عم بيروح على الجناح الأيسر، ملعوبة بالعمق خطيرة للمنتخب التايلندي، ما في تسلل، ويمكن يكون في ضربة جزاء. لحسن الحظ ما عم بيكون في ضربة جزاء للمنتخب التايلندي بعد هالهجمة الخطيرة جدا 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 من اللاعب تيراتيب فينوتاي بعد هالاحتكاك داخل المنطقة. نتيجة لحسن الحظ بتبقى 1-0 لمصلحة لبنان. المنتخبات المتأهلة لحد هلأ لكأس آسيا مثل ما ذكرت، أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية، أول 3 بآخر نسخة بال2011 بقطر، بالإضافة لمنتخبات البحرين، الإمارات، السعودية، عمان، أوزبكستان، قطر، إيران، الكويت والأردن، بالإضافة لكوريا الشمالية بطلة كأس التحدي. يعني فينا نقول أنه أفضل المنتخبات بالقارة الآسيوية لحد هلأ تأهلوا. بيبقى في اليوم رح نعرف اسم المنتخبين، يعني بين لبنان، العراق، الصين، وربما بحال حدوث مفاجآت المنتخب السوري حتى رغم الظروف الصعبة بسوريا عنده أمل، لكن كتير ضئيل أنه يبلغ النهائية. طابة تايلندية محاولة لعب خط الدفاع اللبناني، عم نشوف هون
طريقة 3-5-2 تتحول دفاعيا إلى 5-3-2 لدى الدفاع. محاولة المنتخب اللبناني طبعا داخل المنطقة الجزائرية، الهدف الثاني بيتسجل، ولكن الدفاع التايلاندي بيخلص الطابة بآخر لحظة من أمامه لمحمد غدار. غدار سحب الهدف الأول، دائما كان فيه هالازدواجية بالحكم حول أداء محمد غدار. لاعب عنده موهبة كتير كبيرة، لاعب غدار مثل ما اسمه بيدل عليه، ولكن لياقته البدنية لمحمد غدار كانت عم تخونه لفترات طويلة بسبب إصابات وبسبب ابتعاد له عن المباريات. تيراسيل دانغدا كابتن المنتخب التايلاندي هو لاعب محترف بإسبانيا مع نادي ألميريا، لاعب بيبلغ من العمر 26 سنة، عنده خبرة كتير كبيرة، يعني لازم ننتبه منيح لهاللاعب رقم 10، عنده 29 هدف. حتى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعني عم ينافس حاليا على لقب الدوري بالبريمير ليج كان عنده محاولة لضمه بالإضافة للاعبين تايلانديين آخرين، لكن هالأمور ما نجحت، كما أنه احترف مع نادي جراس هوبر السويسري. طابة تايلاندية، المباراة عم تكون سريعة من الطرف المضيف، لكن في أوف سايد على المنتخب التايلاندي. نتيجة برجع بذكر 1-0 حاليا. خلينا دائما نقول خطوة خطوة شو معقول يصير. حاليا لبنان معه 8 نقاط من 6 مباريات، وهو حاليا أفضل صاحب أفضل مركز ثالث بالتصفيات، لأنه العراق والصين متعادلين، وبالتالي العراق بصير معه 7 والصين معه 9. يعني العراق خارج كأس آسيا 2015، علما أنه العراق منه حيلا منتخب، هو الفريق اللي ربح البطولة عام 2007 لما كانت تايلاند واحدة من الدول المضيفة لها. طابة تايلاندية، الدفاع اللبناني بيحاول يراقب يوسف محمد، هو يعني القلب النابض بالدفاع، رغم انه دودو يعني في هيك شك حول لياقته البدنية بعد عودته للملاعب بعد إصابة كتير مؤلمة. دودو من أبرز اللاعبين بتاريخ كرة القدم اللبنانية. يوسف محمد يعني بيض وجه لبنان بالدوري الألماني بالبوندسليغا لسنوات طويلة، وقاد نادي كولن، حمل شارة القيادة بنادي كولن العريق بألمانيا، وبالتالي يوسف محمد ورضا عنتر هن من اللاعبين يلي يتكل عليهم بشكل كتير كبير بهالمباراة. ضربة حرة لمصلحة لبنان، عباس حسن. عباس حسن يعني وصل لمنتخب لبنان بمنتصف تقريبا تصفيات كأس العالم الأخيرة يلي لبنان تأهل لدورة النهائي لأول مرة بتاريخه، بعد ما كان الحارس زياد الصمد موجود بين الخشبات الثلاثة. عباس حسن وصل وأصبح ركيزة أساسية بخط الدفاع، ورغم أنه بمباراة الإمارات ولبنان عباس حسن ارتكب خطأ فادح ببداياته مع المنتخب اللبناني. جوزيبي جانيني على خط المرمى، طبعا حاجز اللغة ربما يكون صعب بين جانيني واللاعبين، ولكن بوجود مترجم كل الأمور ممكن تسهل. جانيني لاعب بين 81 و96 بنادي روما، مثل ما حاليا فرانشيسكو توتي هو لقبه ملك روما، كان جانيني أمير روما بسبب رؤيته وتوزيعه وقيادته الممتازة لفريق العاصمة بالثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. طابة مجددا مقطوعة من الدفاع التايلاندي، ضغط بريس على حامل الطابة، بينجح المنتخب اللبناني انه ياخذ الطابة والتمريرة بالعمق، عم بيكون في محاولات عبر الاطراف. علي حمام عم بيحاول يتقدم على اليمين، وفي تمريرات عم بتكون بالعكس، محاولة ايصال الطابة لمحمد غدار. لكن السيناريو اذا بدنا نلخص هالمباراة بعد اكثر من ربع ساعة على بدايتها، فينا نقول انه المنتخب اللبناني الهدف المبكر غير بكثير امور، جعل المنتخب التايلاندي يقدر يضبط ايقاع المباراة اكثر، ويتحول المنتخب اللبناني الى محاول لاصطياد الاخطاء التايلانديه. يعني شفنا الحارس كيف ارتكب غلطه كادت تكلف هدف ثاني، شفنا كيف عم بيكون في محاولات للبنان، لكن تايلاند عم بتعلي من الريتم تبع لعبه، واللي عم نشوفه امامنا دليل على هالشيء. الطابه عم بتكون مع اللاعبين الحمر بوقت اكبر، بس لازم بالخلفيه العقل المنتخب اللبناني نعرف انه نتيجة 1-0 هي غير كافية لنا. لهالسبب عم نشوف في تحرك مضاد للاعبي منتخب الأرز. هذا وليد اسماعيل لاعب نادي الراسينج اللبناني سابقا، تألق بشكل كتير كبير مع نادي الراسينج قبل ما ينتقل لنادي النجمة، لاعب تكتيكي بامتياز. وليد اسماعيل اعتمد عليه المدرب تيو بكر بشكل كتير كبير خلال تصفيات كأس العالم قبل ما يجي جوزيبي جانيني على رأس المنتخب. محاولة وطابة مقطوعة
قلب الدفاع اللبناني. عم نشوف برغم إصابة محمد علي خان، برغم إيقاف بلال نجارين المحترف بالإمارات، الدفاع اللبناني لحد هلأ نوعا ما متماسك. عم نشوف بالخلف يوسف محمد، لاعب عنده خبرة هائلة بغنى عن التعريف. معتز بالله الجنيدي، لاعب محترف بالإمارات العربية المتحدة مع نادي دبل فجيرة. ونور منصور يمكن أقل اللاعبين خبرة بالدفاع اللبناني. نور لاعب نادي الصفا. ترجع الطابة تايلاندية، نتيجة بذكر 1-0 بهدف سجل بالدقيقة الثانية مبكرا عن طريق محمد غدار بطابة رأسية بعد كورنر. عباس عطوي أكثر اللاعبين خبرة بالمنتخب اللبناني، هو أكبر بسنة من رضا عنتره. عم نشوف هون بالإعادة الهدف الوحيد اللي سجل بها المباراة بعد الكورنر، يلي عم نشوف كان فيه 6 لاعبين من المنتخب اللبناني داخل المنطقة. ربما هالتمركز وهالعددية الكبيرة ساهمت بضعضعة الدفاع التايلندي اللي كان ركيك بهالفرصة. محاولة لبنانية، طابة داخل منطقة على حدود منطقة الجزاء، الحارس بيطلع من المرمى، فينا نعمل لوب حرفه حارس المرمى، والهدف الثاني بيتسجل. الهدف الثاني بيتسجل على طريق حسن معطوق، اللاعب الممتاز اللاعب الرائع مارادونا وميسي الكرة اللبنانية بيسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب اللبناني. لبنان 2 تايلاند 0 بعد 20 دقيقة على بداية هالمباراة. حارس المرمى التايلاندي بيعطينا هدية ممتازة، هدية رائعة وما بيسفهوا فيها حسن معطوق. حسن معطوق بيقول له اعطيتنا هدية وانا مش هرفضها ابدا. هيدا حارس المرمى يلي اليوم عم بيكون الى جنبنا والى صفنا، ارتكب خطأ فادح بتشتيت هالطابة براسه. شوف يعني الحارس طلع من مرمى لانه الدفاع كان ضعيف وكان مش متمركز وكان بطيء، لكن حسن معطوق على المليمتر بيلعبها الطابة فوق الحارس وفوق الدفاع وحتى فوق زميله محمد غدار، وبتجي بسقف المرمى لحتى لبنان يتقدم 2-0 على تايلاند. بعد بدنا 3 اهداف لحتى نطمن بالنا ونطمن حالنا وما نرجع نقلكم نتيجة مباراة العراق والصين ابدا، لانه ما رح بتعود بتهمنا، بصير هن بهموا نتيجة المنتخب اللبناني. 2-0 للبنان. محمد غدار بالدقيقة الثالثة بالاضافة لحسن معطوب بالدقيقة 20. لبنان 2 تايلاند 0. نحن حاليا بكأس آسيا أستراليا 2015 لأول مرة بتاريخنا، خصوصا أنه نتيجة العراق والصين بعد التعادل السلبي 0-0. بعد ما صرنا بمنتصف الشوط الأول ولحد هلأ تقريبا حققنا نصف المهمة، ليش نحن بدنا 5 أهداف لحتى نتأهل مباشرة؟ هون صار فينا نفوت شوي بالتفاصيل. نحن بعد 5 مباريات كنا ربحانين ماتش، متعادلين 2 وخسرانين 2، كان معنا 7 أهداف ببرمينا 12 معظمهم من المنتخب الإيراني، بينما الصين كان عندها 4 أهداف لها وداخل بمرميها 3 أهداف، يعني مع زائد 1 نحن معنا ناقص 5. إذا خسرت الصين لنفترض المينيموم بدها تخسر الصين بفارق هدف، هيدا إذا بدها تخسر، يعني نحن لحتى نقطع الصين لازم نسجل 5 أهداف وأكثر لحتى نتأهل. شو هي القوانين تبع احتلال المركز الثالث؟ رح نحكي عنها بعد هالفصل. للمنتخب اللبناني 3 لاعبين للمنتخب اللبناني عم يتقدموا، لاعب رابع عم يجي من الخلف امام 3 مدافعين من المنتخب التايلاندي، محاولة تسديد رائعة ولكن هالمرة الحارس من رضا عنتر عم بيصد الطابة، طابة ممتازة كانت من رضا عنتر نجم النادي هامبورغ الألماني، فرايبورغ كل وشاندوغ الصيني السابق. طابة تايلاندية، نتيجة 2-0 تايلاندية، مش راضيين أبدا. الحكم بيقول في ركلة جزاء، الحكم الياباني بيقول في ركلة جزاء بالدقيقة 22، أول مرة زمطنا منها، الثانية ما بنزمط فيها. واللاعب اللي قلتلكم لازم ننتبه له كتير منيح، المحترف بنادي ألميريا الإسباني تيراسيل دانجدا 26 سنة، بيعطي الفرحة لكم ألف تايلندي موجودين على مدرجات ملعب راجا مانجالا بالعاصمة بانكوك. شوف الإعادة شو صار، تقدم تيراسيل لدانجدا، مش كتير واضحة صراحة من هالزاوية، يا ريت نرجع نشوفها هون يمكن نشوفها أفضل. كان معه في خطأ يرتكب من هيثم فعور، كمان هون بدنا نشوف التركيز على قدمه للاعب تيراسيل دانجدا، كان في تدخل من هيثم فعور بس كمان من هالزاوية ما كانت كتير واضحة الاحتكاك بين هيثم فعور وتيراسيل. على كل حال ضربة جزاء بنالتي لمصلحة المنتخب التايلندي، ما بدنا شيء من هالطابة غير انه عباس حسن تكون ايديه ذهبية. عباس حسن الحارس المحترف بالسويد، حارس مرمى منتخب السويد تحت 19 وتحت 21 سنة بمواجهة المنتخب التايلندي، وعلى الارجح تيراسيل دانجدا هو اللي رح يسدد البنالتي، لا ما رح يسددها، هو قائد الفريق. الطابة رح بتكون من تيرا تيب فينوتاي، يلا يا عباس يلا يا حسن،
بامكانك انه تخلي المنتخب اللبناني 2-0 متقدم، لكن تيراتيك بيسجل هدف عكس تقدمه للحارس الى يساره لعباس حسن، وهيك المنتخب التايلندي بقلص الفارق ل 2-1 بعد غلطه خليني اقول فينا كنا نتفاديها لسببين. اول سبب انه كانت على حدود منطقه الجزاء بعيده اكثر من حوالي 18 متر عن المرمى. السبب الثاني انه كان الدفاع اللبناني مش بورطه، يعني ما كان في مدافع او مدافعين متاخرين، يعني حتى هيثم فعول كان في خلفه يوسف محمد، وكان الدفاع يعني بكل طاقته موجود بمنطقه الجزاء. مش مشكله، الاخطاء ترتكب ما بنركز عليها كثير، بنركز انه عم نلعب بنيه منيحه، والاهم بضمير منيح، والاهم انه لكنزة المنتخب اللبناني، لانه الاهم هو العلم اللبناني يلي كل اللاعبين عم بيمثلوا البلاد بهالمباراه فيها. 2-1 نحن حاليا بمنتصف الشوط الاول، يعني صارت كثير امور بهالشوط بمده نسبيا قصيره، 23 دقيقه لبنان 2 تايلند 1 بالجوله الاخيره من تصفيه كاس اسيا المؤهله لاستراليا 2015. الدفاع اللبناني بحاجه لترجلوش سريع، هيثم فعور اللاعب اللي ارتكب الخطا واللي كلف من ضربه الجزاء مقطوعه من الدفاع مباشره ملعوبه الى الامام تراسيل دانجدا المخرج المباراه، طبعا حابه لانه هو واحد من النجوم الحاليين بالمنتخب التايلندي. حسن معدوق معه عباس عطوي، عباس بيلعبها ذكيه كثير على الجهه اليمنى، الملعب فاضي على الميل اليمين، هيدي المنطقه منطقه علي حمام ظهير الايمن الطائر يلي عنده قدره انه يشارك بخط الدفاع كظهير ايمن وبخط الوسط وايضا كمان بخط الهجوم بما انه لاعب مدافع هداف. قليل تنشوف مدافعين هدافين، لكن علي حمام عنده قدره وعنده الحاسه السادسه لحتى يسجل الاهداف. محاوله لبنانيه، هيثم فعور طبعا بمنتصف الملعب، وهالمره فاول من جاكابان كاويبروم على هيثم فعور. هيثم يلي كان عنده محاوله انه يحترف بالدوري العراقي لكره القدم، لكن هيثم ما نجح بهالشيء، لاعب نادي العهد عمره 24 سنه. محاوله طبعا داخل منطقه الجزاء، الدفاع بيشتت، محاوله فولي لكن عاليه كانت من علي حمام، عم نحكي عنه كنا لعلي حمام والحاسه التهديفيه لهالمدافع، واكيد اي مهاجم ممكن يضيع فرصه اسهل من هيدي بكثير. طب اخذها شوي عاليه علي حمام، وهون جوزيبي جانيني بالمقابل كياتيسوك سينا موانغ مدرب المنتخب التايلندي. سينا موانغ مواليد 73 بينما جوزيبي جانيني مواليد 64. كياتيسوك ملقب بزيكو بينما جانيني ما انه بحاجه انه يتلقب باي اسم، لانه هو بحد ذاته اسمه بيعبر عنه. هون عم نشوف عضو الاتحاد اللبناني لكره القدم مازن قبيسي بالاضافه لمسؤولين بالاتحاد التايلندي وطبعا المرافقين لهالمباراه اللي عم بتكون على ملعب راجا مانجالا بالعاصمه بانكوك. طب الى خارج ارض الملعب، رامي تماس لمصلحه لبنان. اذا المنتخبات اللي عم بتتنافس على المركز الثالث هن هون. المحاوله اللبنانيه طبعا داخل منطقه الجزاء، الحارس التايلندي بخلصها كانت سهله كثير بالنسبه له، لكن كان بالامكان انه ينفذها بطريقه افضل بكثير للطابه العرضيه. شوف العادي يعني المراوغه والمرور كان كثير جميل، لكن التمرير ما كان جيد بما فيه الكفايه. طابه لتايلند، محاوله جديده للمنتخب التايلندي. الحلو بهالمباراه انه عم شوفها مفتوحه من الطرفين، تايلند ما عنده اي عقده، فريق خسران 5 متوشه من 5 مباريات، ما عنده اي عقده. 1-2 خسران 5-2 مع لبنان خارج ارضه، يعني حابب يرد شوي. 3 في وجوه جديده بالمنتخب التايلندي حابه تفرض حالها، لهالسبب المنتخب التايلندي ما عنده اي عقده امام لبنان. بالمقابل المنتخب اللبناني بطبيعه الحال ما عنده اي عقده، لانه هدفه انه يفوز، وهدفه انه يفوز بنتيجه كثير كبيره. طابه تايلانديه، تكتل بالجهه الدفاعيه، شويه تردد، يوسف محمد ببراعته الكبيره وبخبرته، لاعب عمره 34 سنه، لاعب حر حاليا يوسف محمد بعد انفصاله عن نادي الاهلي الاماراتي. بدا مسيرته مع نادي الصفا، مع اولمبيك بيروت، مع غير انديه بلبنان وخارج لبنان، مع فرايبورغ كولن والاهلي الاماراتي. لكن بعد الاصابه الكبيره يلي تعرض لها راح يكون لاعب حر، ويوسف محمد ابتداء من الموسم المقبل راح يتفرغ لحتى ينتقل لبطوله جديده على الارجح راح تكون باسيا، ممكن تكون بشرق اسيا مثل ما رضا عنتر محترف بالصين، ممكن تكون بغرب اسيا خصوصا بالدول الخليجيه. اطابع لتايلند على الجهه اليسرى، 2-1 للمنتخب اللبناني. بدنا بعد
لحد هلا 4 أهداف اضافيه لنضمن التاهل. نحن حاليا متاهلين لكاس اسيا لانه العراق والصين متعادلين 0-0، بس بدنا 4 أهداف اضافيه لحتى نضمن التاهل بغض النظر عن نتيجه المباراه. يمكن الـ4 أهداف تكون شوي كبيره او تكون شوي صعبه، وبالتالي خلينا نكون واقعيين من هيك. بدنا دائما عيننا تكون على نتيجه المباراه الثانيه بين العراق والصين. كنا بنتمنى انه 2-0 تصير 3-0، ولكن هذا الفوتبول والمنتخب اللبناني تنكون صريحين ونكون واضحين، صار فيه اخطاء قليله ومن بينها البنالتي يلي كان فيها فينا نتفاديها، لكن المهم انه الشباب بالمنتخب اللبناني عم يلعبوا من قلبهم، بوجود قلب المنتخب النابض رضا عنتر، بوجود قلب الدفاع يوسف محمد وباقي اللاعبين. محاوله على حمام على الجهه اليمنى، محمد غدار عم يعمل ابيل للطابه من ورا، عم بيكون في عباس عطوي ورضا عنتر. لكن لازم نقوله انه بالشوط الثاني المدرب الجنيني عنده خيارات هجوميه كثير كبيره، محاوله لتايلاند، محاوله لتايلاند، عباس حسن عم ينجمل يطلع مثل ما طلع الحارس التايلاندي بالهدف الثاني. الدفاع اللبناني يمكن شوي بده كيمستري، كيمياء بين بعض، وهيدا شيء مش عم بقوله لنبرر، انما لانه في غياب واضح يعني باخر سيرين من المباريات لمنتخب لبنان. اللاعب الاساسي كان محمد علي خان بالاضافه لبلال نجارين. محمد علي خان تعرض لاصابه بكتفه وهو رايح على المباراه، بلال نجارين موقوف، يوسف محمد كان عنده اصابه لاشهر طويله، وبالتالي دودو يوسف محمد مع معتز الجنيدي بالاضافه لنور منصور ما شفناهم بكثير مباريات مع بعض هالثلاثه، محاوله داخل منطقه الجزاء. ويمكن هالضعف بالكيمياء هو اللي عم يخلق بعض التضعضع لدى هجوم المنتخب التايلاندي. مواجهتنا السابقه مع منتخب تايلاند مثل ما ذكروا الشباب غياس والكابتن موسى حجاج قبل هالمباراه، بالالعاب الاسيويه ب 98 تايلاند ربحت على لبنان 1-0، بكاس اسيا بلبنان اللي لعبت على ارضنا يلي عم نحاول نتاهل هلا لبنان تعادل مع تايلاند 1-1. بتصفيات المونديال لبنان خسر 1-2 مع تايلاند، بوقتها هدف للبنان سجله رضا عنتر وهو اللاعب الوحيد الموجود اليوم على ارض الملعب. الحكم الياباني بيتدخل وهون عم بيطلق صفرته، عم بيمنح ضربه حره للمنتخب اللبناني. بنشوف انذار شفهي عم بيكون فقط للاعب التايلندي، بيقول له يروح يعتذر منه لتيراتيب فينوتاي وهو صاحب الهدف التايلندي الوحيد بهالمباراه. شوف الاعاده علي حمام وفي خطا، اكتفى بانذار شفهي مش بانذار الحكم الياباني. اذا لبنان خسر مع تايلاند بتصفيه مونديال 2002 2-1 ذهابا. ايابا كانت مباراه جدا مهمه، لبنان كان لو ربحها لكان بوقتها تاهل لاول مره على الدور النهائي بالتصفيات قبل ما نعملها بال 2014، لكن المباراه انتهت بالتعادل 2-2. نحكي عن تفاصيل هالمباراه بعدها، ضربه حره لمصلحه المنتخب اللبناني يلعب يجرب يسجل الهدف الثالث لقاله طبعا ملعوبه عرضيه، ولكن صعبه كانت لقائد المنتخب رضا عنتر، عنده بنيه جسديه ضخمه ولكن ما بيقدر يتحكم فيها براسه رضا عنتر. عمليه التماس للبنان، جمهور تايلاندي مثل ما عم نلاحظ على قله عدده عم بيكون موجود لحتى يشجع المنتخب وطنه بملعب راجا مانجالا يلي بعيد نوعا ما وتعرض لانتقادات هالملعب بحد ذاته اللي افتتح ب 98 بسبب ضعف المواصلات يلي بتوصل له، لكن مؤخرا تم بناء وتحديث شبكه قطار بتوصل على ملعب راجا مانجالا من اكبر الملاعب بتايلند. مثل ما ذكرت 65,000 شخص، 50,000 منهم جالسين سيتد يعني عندهم كراسي. اذا بتصفيه 2002 بمباراه كان لازم نفوز فيها على تايلند بأرضها لحتى نتأهل للدور النهائي من التصفيات، ما قدرنا نعمل هالشيء. لبنان تعادل 2-2، الهدف الأول كان لفرتان غزاريان بطابة رأسية بعد عرضية من اللاعب ربيع عثمان، هون محاولة للمنتخب اللبناني وتسديدة بعيدة عن مرمى من رضا عنتر، والهدف الثاني سجله الكابتن موسى حجاج الموجود اليوم بالاستوديو بطابة فولي بقدمه اليسرى، طابة كانت جميلة بعد عرضية من هيثم زين بالدقيقة 87 من المباراة، بوقت لبنان تعادل 2-2 مع المنتخب التايلندي. بوقتها كان في تشكيله بذكر مين بتضم، هون عم نشوف استعدادات للبنان بامكانيه حصول تبديل، واللاعب اللي عم نشوفه هو سوني سعد، طبعا ناطرين كثير منه بعد لهاللاعب الممتاز سوني سعد. اذا بين 2001 و2014
تغيرت كثير اسماء من علي فقيه، حسن موسى، كوركان، جدير، احمد النعماني، بدوي فرح، اجوب دونابيديان، مارسيلو سيلفا، فيصل، ورضا عنتر، وموسى حجاج، ورطان غزريان، وربيع عثمان، وهيثم زين. صرنا بتشكيله مختلفه للغايه باستثناء تواجد شخص واحد هو رضا عنتر اللي بعده ثابت بهالمنتخب، بما انه بال2001 رضا كان عمره 21 سنه وحاليا بال2014 رضا عمره 34 سنه. محاوله لبنانيه طبعا ملعوب على الجهه اليسرى، كنترول ما بيعمله وليد اسماعيل بيلعبها فيرست تايم، ولكن الدفاع التايلندي بيخدها على الطاير براسه. حلوه كانت هاللمحه هون، مطالبه بلمسه يد، لكن الدفاع التايلندي بيشتت. تدخل من دودو، بلش دودو ياخذ على المباراه اكثر، بلش يطلع يعمل انتيسيباسيون للطابه، يعني عم يقرا الطابه قبل ما يلعبها المنتخب التايلندي. شفناه كيف طلع قطعها امام المهاجم، بلش ياخذ على المباراه. طابه لبنانيه ولكن مقطوعه من الدفاع التايلندي. محاولة خطر للمنتخب اللبناني وخطأ فادح من الدفاع التايلندي كاد يكلف حسن معتوق هدف ثاني له وثالث لمنتخب لبناني. الخطأ كان من تشوناليت جانتاكام، لاعب عمره 29 سنة مع انه عنده 43 مباراة دولية، الا انه اخطأ بهالمباراة، لاعب نادي شون بوري واخطأ بهالطابة وكاد يكلف فريقه هدف الثالث. منتخب لبناني بعهد المدرب جوزيبي جانيني نتائجه كانت سلبية، فينا نقول ما قدر يحقق بمباراة رسمية أي انتصار، لكن قدر يحقق بمباراتين وديتين، فوزين على سوريا ومؤخرا على باكستان 3-1. وطبعا المنتخبين يعني مش بأفضل حالاتهم، وبذلك يعني اليوم المباراة لجانيني كتير مهمة من ناحيتين، واحد انه يوصل لبنان. اوه هون عنا إصابة لوليد اسماعيل وعنا محمد غدار عم يطلع من الملعب، يعني هون هيدي اولى مشاكل المنتخب اللبناني. محمد غدار عم يطلع من المباراه، سحب الهدف الاول، عم نشوف محمد غدار حاطط ايده على اجره، قد تكون اصابه، قد تكون خيار المدرب الجنيني، لكن المهم انه سوني سعد عم يدخل على ارض الملعب بالدقيقه 35، محمد غدار عم بيغادر، والاهم انه وليد اسماعيل عم نشوفه انه كان عنده اصابه، نتمنى انه ما يتاثر فيها. اذا سوني سعد اي حسن سعد الملقب بسوني، لاعب نادي كانساس سيتي الامريكي، لاعب عمره 22 سنه، ومثل ما عباس حسن لعب مع منتخب السويد تحت 19 وتحت 21 سنه، سوني سعد لعب مع منتخب امريكا، نعم منتخب امريكا المشارك بالمونديال، منتخب امريكا اللي عم بينافس بضراوه دائما للتاهل الى الدور الثاني من المونديال والادوار المتقدمه. سوني سعد كان لاعب بمنتخب امريكا تحت 17 وتحت 20 سنه، يمكن هالمباراه هيك في احساس وفي شعور انه هيدي مباراته لسوني سعد، ممكن بهاللقاء يلي لبنان بحاجه فيه لمهاجم يقدر يسجل اهداف، لانه بحاجه لاهداف كثيره وبحاجه لضمان الفوز يلي حاليا بطل كثير مضمون لانه نتيجه 2-1. يمكن تكون هيدي مباراتك يا سوني سعد، وتكون انت اليوم عم بتطل بهالاطلاله الكبيره على الجمهور اللبناني، مش بس بلبنان، بما انك انت احد الاشخاص ضمن الجاليه اللبنانيه بالولايات المتحده وبدول الاغتراب. اذا اقتربنا من نهايه الشوط الاول، بعد باقي حوالي 8 دقائق لنهايه الشوط الاول، لبنان 2 تايلاند 1 بتصفيات كاس اسيا 2015 بكره القدم. ضربة حرة لمصلحة منتخب لبنان، يوسف محمد بيلعب لطابة لمنتصف الملعب التايلندي، بلعب لعند علي حمام، سوني سعد عم بيعمل أبال لطابة داخل منطقة الجزاء، لكن عالية سهلة لعند حارس المرمى. يبدو أنه هالدقايق عم بتكون مش كتير منيحة للمنتخب اللبناني، ليش؟ لأنه المنتخب العراقي عم يتقدم على المنتخب الصيني 1-0، وبالتالي المنتخب العراقي بصير معه 9 نقاط، الصين بيصير معها 8، نحن معنا 8، لكن فرق الأهداف لمصلحة المنتخب الصيني. وبالتالي يعني بعد 40 دقيقة أو نحو 40 دقيقة بهالمباراة، لأول مرة عم بيكون المنتخب اللبناني خارج كأس آسيا أستراليا 2015. إذا لبنان 2 تايلاند 1 العراق 1 الصين 0. نتمنى انه نتيجه تتغير بالامارات، ونتمنى او بنتمنى انه سوني سعد يفرجينا دخوله على المنتخب اللبناني، مع انه شارك هو مع المنتخب انما لفترات قليله، باول مباراه مع جانيني كان اساسي، لعب ضد الكويت، ولكن بعد ما دخل بشكل
كتير جدي ورسمي سوني سعد مع المنتخب اللبناني. على كل حال رامي تماس لمصلحة لبنان. اللاعبين طبعا لازم يركزوا على المباراة مش على نتيجة العراق. محاولة عم نشوف شوي الكثافة العددية للمنتخب اللبناني بعيدة شوي، في تباعد بالتمركز بين المهاجم بين اللاعبين على الجهة اليمنى واليسرى. هون المراوغات قد تكون هي الحل. حسن معطوق قادر انه يعمل هالشيء، عنده لمحاته الفنية ممكن يتفوق بالمان تو مان بالدريبلينج على لاعب تايلاندي اخر. هيثم فعور، رضا عنتر، برد لدودو، اثنيناتهم تزاملوا بالدوري الالماني بوندسليغا والدوري الالماني طبعا منه بحاجه لشهاده بما انه افضل الفرق حاليا بالعالم هي الفرق الالمانيه، بما انه بايرن ميونخ هو بطل اوروبا والسنه الماضيه فاز بنهائي بطوله اوروبا على بوروسيا دورتموند الالماني ايضا. وبايرن ميونخ هو حاليا الفريق الاقوى بالعالم وبصراحه وبدون طبعا هون ما نتذكر الحساسيات، بايرن ميونخ حاليا هو الفريق الاقوى بالعالم بعد ما كان برشلونه للسنوات الماضيه هو الفريق الافضل. طيب لسوني سعد، لاعب عنده بنية جسدية جيدة بيقدر يسدد بالقدم اليسرى بشكل كتير منيح، بس هون عم نشوف سوني متواجد كان على الطرف الأيسر. بدنا نشوف سوني أقرب على المرمى، بدنا نشوف فرص لسوني، بدنا نشوف فرص من سوني، بدنا نشوف مساعدة من حسن معطوق، بدنا نشوف مساعدة بالطبع وهي موجودة من رضا عنتر لإيصال الطابات لهاللاعب الخطير، لاعب هداف جدا خطير سوني سعد. كورنر للبنان، طابة عالية داخل المنطقة، الحارس بيطلع من مرمى وهالمرة بيلتقط الطابة بذكاء وببراعة وبيلعبها سريعة. هيثم فعور لاعب قصير البنية ما بيستفيد بالركنيات، لما يكون في كورنرز بيترك زملائه بالدفاع يتقدموا ليستفيدوا بالراس، بيبقى هو موجود بالخلف. هيدا هيثم فعور لاعب ما بيتعب، هيثم فعور بمركز الجندي المجهول دايما بيكون، وكلنا بنتذكر لما لبنان ربع على كوريا الجنوبية كان هيثم فعور ورضا عنتر من نجوم المنتخب اللبناني خصوصا بخط الوسط. لاعب ما بيتعب، بيركض كل الوقت، لاعب بمركز محور خط الوسط. طب تايلانديه بيطلع الحارس عباس حسن، يعني الفرص التايلانديه بهالشوط هي اثنين، وحده بالدقيقه 6 صد عباس حسن ببراعه، اثنين خلينا نقول مش فرصه كانت، يعني هي هدف بس ما اجى من فرصه، هدف اجى من عرقله عرضيه بداخل منطقه الجزاء. على كل حال خلينا نقول انه مع اقترابنا وقبل 5 دقائق من نهايه الشوط الاول، المهمة الأولى ربما المنتخب اللبناني بطريقه لتحقيقها وهي الفوز على تايلاند، بيبقى المهمة الثانية وهي الأصعب أنه يكبر الفارق مع تايلاند، خصوصا وأنه العراق بمجموعته متقدم على الصين 1-0 قبل نهاية الشوط الأول. هيثم فعور بيخسر طابة مجددا، المنتخب اللبناني راح قبل حوالي أسبوع على تايلاند بعد ما لاعبين نادي الصفا ولاعبين نادي النجمة كان عندهم استحقاقات بكأس الاتحاد الآسيوي للفوتبول، وبالتالي تمت إراحتهم قليلا وخضوعهم لتمارين وعلاجات فيزيائية لحتى يكونوا جاهزين لهالمباراة هيدي. وليد اسماعيل وخطأ لمصلحة تايلاند، فاول من لاعب داستاكورن تونغلاو من أكثر اللاعبين اللي عندهم خبرة بالمنتخب التايلندي. داستاكورن تونغلاو لاعب رقم 7، مسدد ممتاز من الضربات الثابتة، لاعب عنده 97 مباراة دولية وهو من الجيل القديم، جيل اللاعب كياتي سوك سيناموانغ المدرب اليوم مع المنتخب التايلندي. بوسط الملعب ريتم بداية المباراة يلي كان عم فرجينا مباراة مفتوحة من الطرفين بلش يهمد، بلش يخف، ربما لياقة بتلعب دورة، بس ببعض الأحيان عم نشوف محاولات فردية من المنتخب اللبناني بعملية بريس معين على الدفاع، بعملية انتزاع الطابة. منتصف الملعب مسجل أو اللي حصل على البنالتي قائد المنتخب تيراسيل دانجدا اللي عم يكون له دور كتير كبير ببناء الهجمات، الطابة معه حاليا بيخسرها لحسن الحظ، الطابة بترجع للدفاع اللبناني. معتز الجنيدي، معتز بيلعب لعند هيثم فعور، من هيثم فعور لعند دودو، دودو معه نور منصور ولكن في ضربة حرة لمصلحة لبنان. الدقيقة الأخيرة للشوط الأول من المباراة، حوالي دقيقتين لنهاية الوقت الأصلي، لبنان 2 تايلاند 1.
تقدم لبنان عن طريق محمد غدار بالدقيقة الثالثة، حسن معتوق سجل الهدف الثاني بالدقيقة 20، وتايلند قلصت الفارق بالدقيقة 22 عن طريق لاعب تيراتيك دينو تاي. كمان بدي أذكر أنه سوني سعد دخل بالدقيقة 35 بدلا من محمد غدار يلي على الأرجح عم بيكون عنده إصابة، بما أنه محمد غدار هو من اللاعبين يلي دايما جانيني كان يقول أنه هو الأفضل ربما بمركزه بخط الهجوم، برغم أنه بوقتها ما كان عنده لياقة، برغم أنه بوقتها ما كان جاهز، وخصوصا أنه اليوم بتشكيلة المنتخب اللبناني في محمد حيدر موجود. محاولة لمصلحة لبنان، طالع على الجهة اليسرى حسن معتوق، يلا يا معتوق، معتوق بحاول يراوغ، معتوق بيلعب طابة قريبة وانتو دخل منطقة الجزاء ولكن كانت ضعيفة، بحاول يرجع معتوق يخدها براس على الدفاع التايلندي يلي بيشتت وبيحصل على ضربة مرمى بآخر لحظة. الدفاع التايلندي بيشتتها في اللمسة الأخيرة عم بتكون ناقصة عند المنتخب اللبناني. هون عباس عطوي، برجع بقول عباس عطوي اونيكا لاعب نادي العهد غائب بسبب الإصابة ومن اللاعبين يلي مش موجودين مع المنتخب اللبناني، كان مفترض نشوفه إذا مش مصاب. يعني ضربة من وليد إسماعيل على أنا وجين جوجين لاعب المنتخب التايلندي. خطأ لمصلحة تايلند. عم نشوف هون بعض الأخطاء التقنية عم بتكون من قبل الطرفين، ما عم نشوف جمل جيدة أكان من لبنان أو من تايلند مثل ما شفنا بأول ربع ساعة أو بأول 20 دقيقة من الماتش، يعني كان بفترات متقطعة للطرفين. طبعا ربع ساعة داخل غرف الملابس رح تكون وقت مناسب وضروري للمنتخب اللبناني لحتى يرجع يستعيد أنفاسه ويرجع يفوت بنفسية تسجيل على الشوط الثاني. خليني أقول أنه غير توني سعد، محمد حيدر لاعب نادي الفتح السعودي بعد ما انتقل لنادي الاتحاد موجود على مقاعد البدلاء. هناك حسن الشعيط وايضا موني يلي سجل اثنين من الاهداف الخمسه للبنان بمباراه تايلند بالذهاب، وهو بالفعل كان احد ابرز نجوم هالمباراه لانه موني هو اللي كسر تعادل اللقاء وهو اللي قدر يسجل واهدافه كانت كثير حلوه بمباراه الذهاب. وبالتالي هجوميا يعني شخصيا مطمنين بالنا انه في عندنا باجاج هجومي للشوط الثاني، بنتمنى انه ما نعوز اي باجاج دفاعي، نبقى متقدمين بالنتيجه. نور منصور بيقطع الطابه، مدافع نادي الصفا محاوله للمنتخب التايلندي، مقطوع على مصلحة لبنان. الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ممكن هدف ثالث يخلي الدخول على غرفة الملابس بنشاط أكبر وحيوية. محاولة لحسن معتوق، معتوق بيلعبها على الجهة اليمنى، الطابة عند المنتخب اللبناني، رضا عنتر بيلعبها بالعرض خطير، عرض خطير، الهدف الثالث، وهيدا هو، هيدا هو الهدف الثالث. وسوني سعد، هيدا سوني سعد بأول دخوله شمعة طوله، وكان عندي الإحساس إنه هيدي هي مباراته لسوني سعد، هيدا الشيء اللي حكينا عنه إنه سوني سعد هيدي هي مباراتك أنت سوني سعد، لعبت أكثر من مرة مع لبنان، سوني سعد قدر انه يستفيد من اول فرصه بتسنح له. لبنان 3 تايلند 1 بالدقيقه الاخيره من الشوط الاول، حلو كثير. الكريدت الاكبر بالهدف لحسن معتوق يلي قدر يتلاعب، وكريدت ايضا للتمريره من رضا عنتر، والدفاع التايلندي ساعد سوني سعد لحتى يسجل الهدف الثالث لمصلحه لبنان. الدقيقه 45، سوني سعد بيسجل الهدف الثالث من كره جميله جدا. لبنان 3 تايلند 1، رح ندخل على غرف الملابس وبعد بدنا ثلاث اهداف لحتى نضمن تاهلنا لكاس اسيا من التصفيات لاول مره بتاريخنا. فرحه كثير كبيره للجهاز الفني، للاعبين الاحتياطيين وللجهاز الطبي مع الطبيب جون ابراهيم، واللاعبين اللبنانيين عم يستفيدوا من دخول سوني سعد. يعني ما صفهني سوني سعد، للاسف يمكن انصاب محمد غدار، ولكن سوني سعد واضح انه هيدي المباراه يلي بتلبق لسوني سعد، هيدي المباراة يلي بتناسبه وهيدي المباراة لحجمه لسوني سعد. لاعب ممتاز مع نادي كانساس سيتي الامريكي، لاعب عنده عقلية محترفة بشكل كتير كبير. صحيح الهدف خليني يكون صريح منه هدف رائع، منه هدف اسطوري، ولكن هذا دليل انه سوني سعد لاعب بيعرف طريق المرمى، بيعرف وين يعمل بوزيشننج، وين يقف، وين ينطر الطابة، وطبعا بمساعدة من حسن معتوق ورضا عنتر الهدف عم يتسجل لمصلحة منتخب لبنان. الثواني الأخيرة مشاهدينا رح بتكون بهالشوط الأول، لبنان 3 تايلند 1 بتصفية كأس آسيا 2015 بالجولة الأخيرة. نحن بهمنا نفوز
بفارق 5 أهداف أو العراق ما يفوز على الصين بالمباراة الثانية يلي المنتخب العراقي. قبل ما نتوقف بنهاية هالشوط نذكر أنه المنتخب العراقي ربحان 2-0 على الصين، يعني مصيرنا لازم يكون بإيدنا بالشوط الثاني، بدنا 3 أهداف لحتى نتأهل على كأس آسيا. استراحة مشاهدينا مع الفاصل وبنرجع بعدها مع زميل غياس والكابتن موسى حجاج بالاستوديو للتحليل على الشوط الأول من المباراة. من جديد مجانا احنا وياكم مشاهدينا لاجواء مباراه لبنان وتايلاند. كابتن موسى حجاج الى جانبي. كابتن، كيف شفت المباراه؟ 3-1، مباراه هجوميه، حكينا كثير انه مبينه مفتوحه كثير المباراه، وتلقينا هدف كان فينا نتفاداه اكيد من هالبنالتي. شوف، بدايه المباراه جيده لحد الان، ممتازه، حتى نتيجتها ممتازه باستثناء ضربه الجزاء كان فينا نتفاداها بكل سهوله. كان مغطى، يعني هيثم كان مغطى اكثر من مدافع كان موجود، وما كان بعده بعمليه مراوغه ولا ما في خطوره، يعني كان فين يحط جسمه يسكر بطريقه قانونيه، ما يحتك بطريقه مباشره جدا، وكان الحكم قريب جدا على الكره واحتسب ضربه الجزاء. الواضح انه المنتخب التايلاندي ما عنده حذر بالمباراه، عم يلعب مباراه مفتوحه، ما عليه ضغط، ما عنده شيء يخسره، عم بيقدم اداء، نسجل ندخل مرمى ما عنده مشكله، مثل ما شايفين ما في عنده كثافه عدديه بالحاله الدفاعيه، بل بالعكس عم يطلع للحاله الهجوميه بكثافه عدديه اكثر، هذا نوعا ما عطيه رياحه بالحاله الهجوميه وعم يعمل علينا ضغط. عم يعمل الفاست بريك، عم يلعب بطريقه كثير، وهن بيمتازوا بهالشيء، يعني سريعين وهن حركتهم سريعه. بالمقابل نحن كنا حذرين، سجلنا بأول دقائق من المباراة مما ريحنا وعطانا اندفاع. نحن عندنا نقاط قوة جيدة لا بأس فيها، مفروض نستغلها، ورغم أنه يعني أنا بعتبر إصابة غدار مزعجة بالوقت هيدا، خاصة يعني محمد غدار كان هو افتتح التسجيل بالدقيقة الثالثة، يعني وهيدي بتصور هدف معنوي كتير. أكيد هو ارتفعت معنوياته وزملائه ارتفع معنوياتهم، وأخذ المنتخب اللبناني المبادرة للهجوم ويقدر يسجل أكثر من هدف. حتى الهدف الثاني هو نتيجة شغل محمد غدار، لأنه هي العملية كانت تمريرة لغدار أمامية وكان هو منفرد، خروج حارس المرمى، هو خلى الحارس المرمى يظهر لبرا حتى يقدر يلعب اللوب، صحيح، ليقطع الكرة ورجعت لحسن معطوق اللي حطها بكل ذكاء وبكل هدوء. برجع بعيد اللي انا قلته بدايه المباراه، نحن نتفوق ونتميز بالمهارات الفرديه، وهذا الامر الواضح. نحن لما بنشوف رضا لما بيستلم الكره عم بيعمل عامل فارق، غدار بيستلم الكره اكثر، 3 فرص عامل حقيقيين، وكان في وحده المفروض يكون التمرير اسرع لحسن معطوق، كان قدرنا سجلنا منها هدف. معطوق كمان التمريره جيده جدا من الهدف الثالث، مراوغه مع تمرير ورجعت لعند سوني وسجلنا الهدف الثالث. فالعامل الفردي والفوارق الفنية الفردية واضحة عندنا. هلأ بتصور أنا نتيجة المباراة الثانية، قبل ما أحكي المباراة الثانية كابتن، يعني سوني، دخول سوني على أرض الملعب بثواني قليلة قدر سجل، عبى فراغ بسرعة، هذا أمر جيد جدا، من أحسن الأمور أنه اللاعب عند دخوله المباراة يعمل شيء ايجابي، وهو اعظم شيء هو تسجيل هدف. ما بدنا ننسى انه سوني كثير يعني في ضغط عليه، هاللاعب اللي حكى كثير عنه بعد ما عطى مثل ما لازم، ممكن تكون هاي فرصته، يعني هذا كان عم يحكي عنه الزميل جوزيف ابي شاهين، انه ممكن تكون هاي الفرصه اللي بتعطي الصوره الحقيقيه لسوني سعد، ونحن خاصه هالمباراه مثل ما هلا ماشيه بحاجه ل3 أهداف بعد، يعني بحاجه لهداف. صحيح، يعني احسن شيء ممكن يصير للاعب انه عنده دخول يسجل هدف، وهذا اللي صار مع سوني. مفروض يكون عنده 45 دقيقه يعطي فيها الماكسيموم، يعطي فيها افضل ما عنده، لانه مرتاح، معنوياته عاليين، فريقه متقدم، وهو سجل، كل امور جيده، والخصم ما عم بيلعب بتكتل دفاعي ولا بتسكير منطقه، بالعكس بالمباراه مفتوحه، امكاناته المفروض تظهر بهذه المباراه ويقدر يعمل هي فرصه شغل. كبيره لأله. أكيد. كابتن، شفنا حارس المرمى بالمبدا عامل مباراه جيده ممتازه عباس حسن، شفنا خط الدفاع يمكن غلطه هيثم فعور بالبنالتي يمكن كان فينا نتفاداه، حكينا عنها. كيف شايف الوسط يلي منه بعد على المستوى اللي نحن متوقعينه؟ يعني هي اللي يمكن
الحلقة الأضعف في الحالة الدفاعية إذا صح التعبير. يعني أنا أشوف ثلاثة الوسط اللي هن رضا وعباس وهيثم عامل الضغط على حامل الكرة وعلى الخصم ما عم بيكون بهالسرعة المطلوبة وبالأداء العالي، يمكن نتيجة عنصرين بال34 سنة اللي هن رضا وعباس ما يمتلكون من خبرة، ولكن المباراة بدها قدرة بدنية. بيبقى هيثم فعور عم بيكون ضايع خلفهم، وشفنا أكثر من مرة ثلاثتهم متواجدين بنفس المنطقة وعلى نفس الكرة، ولما تلعب الكرة عم ينضربوا ثلاثة، عم يصير في عبء على خط الظهر ويصير في إرباك بخط الظهر. وأهم نقاط ضعف كانت بالمباراة عنا هي الهجمة المرتدة اللي عم تكون علينا، عم بيصير في إرباك، يعني الترانزيشن ديفنس عنا عم بيكون بطيء شوي، الارتداد الدفاعي حتى ببعض المطارح شوي عم بيكون عشوائي، يعني ما عم نرتد، ومنهم حالة ضربة الجزاء ما عم نرتد على الخصم مباشرة على حامل الكرة وعلى الخصم، ممكن عم نرتد بكثافة عددية بس ما إلها عزين. يعني ضربة الجزاء لاعب وفي أربعة مدافعين على خط واحد موجودين، واجا هيثم فعور من الخلف وعملت ضربة الجزاء، كان فينا أي واحد ممكن إنه يعمل له ديلي وتسكير طريق بوضع جسمه بوضع قانوني نتفاداها بأبسط الأمور. أنا بشدد إنه نحن لازم نكون حذرين، طالما نحن بدنا عامل الأهداف مؤثر جدا، كل هدف يدخل مرمينا هو بيأخرنا لورا، فلازم نكون حذرين بهذا الموضوع ونكون عم نشتغل بشكل إنه نقدر ناخد الأهداف، لأنه عندنا فرصة مباراة مفتوحة مانا مسكرة. أكيد جيانين شو ممكن يعمل هلأ بين الشوطين؟ نعرف نحن هيدي أكتر فرصة للمدرب حتى يقدر يغير شيء. برأيك رح يقدر يغير شيء تكتيكي كبير بالمباراة؟ يعني ممكن يغير شيء مهم لافت يكون بالجيم يغيرنا كمان مباشرة؟ يعني هلأ بداية المباراة ما بتصور هذا الشيء، يمكن خلال المباراة بعد 10 دقايق ممكن يتم إشراك محمد حيدر، لاعب مهاري لاعب سريع نشط ويكون عنده 40 أو 35 دقيقة يعطي يعمل بيعمل زيادة عددية هجومية ما في خاصة هون، خاصة إذا أكيد هلأ بكون عارف صار إنه المنتخب العراقي وهون لازم بلش نحكي عن المنتخب العراقي المتقدم على المنتخب الصيني 2-0 بهدفين ليونس خميس بالدقيقة 23 وبالدقيقة 43، معروف صارت مباراة معنا شيء نخسره بقى، يعني بدنا نحط نسجل قد ما فينا أهداف. صحيح يعني أنا بتفاجئ من نتيجة العراق والصين، ما بعرف شو عم بصير بالمباراة، ولكن يعني ما مش مثل ما نحن تمنينا. صح. هلأ ربحانين بيبقى نحن بدنا نسجل أهداف، يجب علينا خطوة للأمام للهجوم، وهي من إشراك نحن عم نلعب 3-5-2، عنا لاعبين مهاجمين، ممكن بدنا نزيد الثالث 3-4-3، مفروض يكون عنده الخيارات البديلية والسيناريوهات موجودة لهالحالات هيدي. بتصور مش ديركت حتكون مباشرة بين الشوط والشوط، يمرق 10 دقايق يمكن من المباراة حيبلش بيلعب بوراقه اللي عنده، وعنده يعني وراق جيدة برا لا بأس ممكن تعمل وتفيد المنتخب، اللي أهمه هو محمد حيدر. يعني احنا عم نحكي هجوما انه ممكن دخول مهاجم جديد يقدر يغير ونسجل 3 اهداف، بس كمان بدنا نحمي حالنا، يعني ما بدنا ننسى انه لو ما تسجل فينا هدف كنا هلا 3 كنا بحاجه لهدفين، يعني كمان ما بدنا ننسى الشغل الدفاعي، لانه بدنا نسجل بس ما بدنا نتلقى اهداف، لانه بدنا فارق 5 اهداف. يعني صحيح، انا بشوف يعني الثلاث الدفاع اللي ورا ما عندهم مشاكل، ما عندهم اخطاء دفاعيه لحد الان، منسجمين بقياده بس دودو من ورا، يمكن نشط ضربه الجزاء هي من لعب خط وسط، انا هذا اللي كنت عم بحكي عنه انه هو اللي فيه شوي ضعف وارتباك، يمكن في تواجد ثلاثتهم بنفس المنطقه بنفس الوقت، هذا امر مش صحيح، عمليه الضغط على الخصم واسترجاع الكره باسرع وقت ممكن ما عم بتكون موجوده، يعني عامل بطء في بوسط الملعب، هذا هو الوحيد المؤثر. اما عمليا لما استحواذهم على الكره ويستلموا هن قادرين انهم، وشفنا اكثر من مره استحواذ وتمرير ووزجوا منا الهدف الثالث، عندهم قدره لانه عندهم خبرات، ولكن بالحاله الدفاعيه عم بكونوا ضعاف شوي. يعني برايك قصه تسجيل 3 اهداف بعد ونحمي حالنا من تسجيل اي هدف منه بعيد، مثل ما شفنا سير المباراه باول 45 دقيقه، ما بدنا ننسى انه روحنا فرص، يعني كان فينا بعد نسجل اكثر لانه عم نوصل على المرمى، بس في محلات ما عم نستثمرها بالطريقه الصحيحه. المنتخب التايلندي هون برايك كيف ممكن يلعب هلا امام المنتخب؟ حكينا عن منتخبنا شو ممكن يعمل، بس برايك المنتخب التايلندي يلي هلا عارف كثير منيح انه المنتخب اللبناني بده يحط كل تقله بالهجوم لحتى يسجل، وشفناهم قد ايه سريعين بالفاست بريك، قد بالهجمات المرتده كمان، يعني كيف ممكن المنتخب التايلندي هون يلعب بالشوط الثاني؟ انا بشوف ما في شيء كثير عم يتغير، واضح على اللاعبين، في لاعبين
جديد عم تحاول ابراز نفسها، بما انه ما عنده حافز المنتخب التايلندي، ما حيرجع للحاله الدفاعيه، هو خسران اساسا ببدل مباراه وهو عم بيلعب مفتوح، وهلا هو خسران 3-1، حيكمل بلعب مفتوح، حيحاول يسجل اهداف، هذا امر طبيعي ومشروع له. من خلال هذا التفكير وهذه الطريقه المفروض نحن ان نقدر نستفيد ونستغل الطلعات الهجوميه بالمهارات الفرديه اللي عندنا ونقدر نسجل بعض اهداف. بدي اشكرك اكيد كابتن موسى حجاج مره جديده. زميلي جوزيف ابي شاهين راح يكمل المباراه، وعم نشوف هون سوني سعد يلي موجود طبعا، وان شاء الله يسجل اهداف، وهذا الشيء اللي تمناه زميلنا جوزيف، على امل يتحقق هالشيء. اذا ثواني قليله وبينطلق الشوط الثاني، وجوزيف لك التعليق. شكراً غيات. إذن مشاهدينا، انطلاق الشوط الثاني من مباراة تايلاند ولبنان ضمن تصفية كأس آسيا 2015 بكرة القدم. وهنا حفو صغير ببداية الشوط الثاني. برجع بذكر النتيجة 3-1 لمصلحة لبنان على تايلاند، ومحاولة المنتخب اللبناني، محاولة تسجيل هدف الرابع ببداية الشوط الثاني، والهدف الرابع بيتسجل جول. عملوها الشباب من بداية الشوط الثاني. حسن معتوق بيسجل الهدف الرابع لمنتخب لبنان بالدقيقة 46 الأولى من الشوط الثاني. رائع. هفوة من الدفاع اللبناني بتتكرر، ولكن بيرد عليها حسن معتوق بتمريرة ممتازة طويلة جدا من عباس حسن. بيرجع المنتخب اللبناني بيواصل الطابة لعند حسن معتوق بعمق الدفاع، ما فيها أبدا تسلل. معتوق بيعمل كنترول لحاله وبيسدد بسقف الشباك. 4-1 النتيجة لمصلحة منتخب لبنان على تايلاند. المشوار على أستراليا عم بيقرب. بطولة آسيا لأول مرة من التصفيات بتاريخ لبنان عم بتقرب. منتخب الأرز عم يتقدم على تايلاند 4-1 مثل ما ربح عليه 5-2 ببيروت. عم يرجع يكون أمام فرصة لتكرار النتيجة، والأهم مش النتيجة، الأهم هو التأهل لكأس آسيا. بعد ما افتتح التسجيل بالدقيقة الثانية بأول شوط، بيرجع بسجل هدف بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني. ممتازة النتيجة لمنتخب لبنان. 2-0 النتيجة للعراق على الصين، 4-1 للبنان على تايلاند. حاليا المنتخب اللبناني بمجموع الأهداف تبعه، أي الجول ديفرنس، عنده ناقص 2، المنتخب الصيني عنده ناقص 1. يعني حاليا نحن بدنا هدف واحد بس لحتى نتأهل على كأس آسيا. بنكون متعادلين مع المنتخب الصيني بالجول ديفرنس، ولكن نحن بنكون متأهلين. ليش؟ لأنه نحن مسجلين أهداف أكثر. نحن لحد هلا مسجلين 11 هدف لنا وبمرمانا 13، بينما المنتخب الصيني مسجل 4 وبمرمى 5. إذا تم التعادل بالجول ديفرنس بيتم اللجوء بالتاي بريكر أو بعملية الفصل ومعايير تحديد المركز الثالث. بعد الجول ديفرنس هو أكبر عدد من الأهداف المسجل بمباريات المجموعة. يعني نحن حاليا معنا ناقص 2 بمجموع أهدافنا، الصين مع ناقص 1 لأنه بتأخر قدام العراق 2-0. يعني بدنا هدف واحد بس ب 45 دقيقة تقريبا لحتى نتأهل على كأس آسيا. طبعا إذا بقيت نتيجة العراق مع الصين 2-0، إذا الصين قلصوا الفارق بصير بدنا هدفين. رح نبقى ماشيين على جبهتين، جبهة ملعب رشاق مانجالا ببانكوك وجبهة الإمارات محل ما العراق عم تلعب مع الصين. محاولة للمنتخب التايلندي يلي صار اكل 2 شوك ببداية كل شوط، ولما قالنا انه المنتخب اللبناني بحاجة لربع ساعة لحتى يرتاح فيها بغرف الملابس، اتأكد هالشيء. اوه عباس حسن كتير هالطابة ضيعته وازعجته، ما كان متمكن فيها لانه التسديدة كانت قوية ومن عمل سبن من خارج المنطقة. عباس شتتها بمكان غير مناسب مش خارج منطقته وما قدر ينقطها، لكن لحسن الحظ الاضرار اجت خفيفة منها. اوه التسديدة كانت صعبة، يعني هذا نوع التسديدات الجديد يعني بيعمل فلوتينج مع سبين، بيكون على طريقه كريستيانو رونالدو واللاعبين الجداد جارث بيل وغيرهم بتسديد الضربات الثابته. صار في تسديد بيعمل فلوتينج، يعني الطابه مثل ما بيقولوا مثل ما الجيت سكي بتمشي على الموج بالبحر، هيك الطابه بنشوفها عم تعمل فلوتينج، عم ترفرف او عم
تطير وترقص، وبالتالي هالنوع من التسديدات اذا كان قوي ومعه سبن كثير بيزعج حراس المرمى. على كل حال لبنان 4 تايلاند 1، تصفيات كاس اسيا استراليا 2015، مين راح يروح على استراليا السنه الجايه لحتى يشارك بكاس اسيا؟ 16 منتخب صار معروف من هلا منهم لحد هلا عدد كثير كبير، بيبقى ثلاثه العراق الصين لبنان، يمكن سوريا ضعفت كثير 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 امالها لانه لبنان صار متقدم 4-1 ولبنان عم بيحاول يسجل الهدف الخامس، محاوله طبعا داخل منطقه الجزاء، ولكن في دبل تيم لاعبين من المنتخب التايلندي على سوني سعد، هدفين لسوني لحسن معتوق، هدف لسوني سعد وهدف لمحمد غداري اللي خرج من الشوط الاول بعد ما تعرض لاصابه. جوزيبي جانيني مدرب المنتخب اللبناني نجم الكره الايطاليه مثل ما ذكرنا مدرب عم يسعى لتحقيق فوزه الرسمي الاول مع منتخب لبنان. جوزيبي جانيني نجم نادي روما السابق، محاوله للمنتخب اللبناني للوصول، وخليني اقول انه هاو الدقائق عاده باي مباراه طبيعيه ومنطقيه الدقائق الاخيره بتكون كثير مهمه. ليش؟ لانه بيصير فيها قلب النتيجه وبيصير فيها ممكن تسجيل اهداف، ممكن بيصير فيها تعب، بس خليني اقول رايي الشخصي انه الدقائق الاولى بالشوط الثاني للبنان كثير مهمه. ليش؟ لانه المنتخب اللبناني بيعتمد كثير على لياقته، ولما يدخل من الاستراحه بربع ساعه من الشوط الاول للشوط الثاني بيكون بلياقه جيده بتسمح له انه اولا يطبق الخطه افضل، وشفنا كيف قدر سجل حسن معتوق الهدف الثاني بعد ما عمل سبرنت كثير قوي وخلى المنتخب اللبناني يتقدم 4-1 على تايلاند. على كل حال نحن اذن بمجموعه بتضمنا مع تايلاند ومع ايران ومع الكويت، ايران والكويت ضمروا تاهلهم، محاوله للمنتخب اللبناني طبعا ملعوبه عرضيه خطيره والدفاع التايلاندي بيتدخل، لكن لو ما قلشت الطابه كان ممكن حسن معتوق ورفاقه انهم يوصلوا على المرمى. تايلاند 5 خسارات من 5 مباريات ويبدو انه عم تتجه لحتى تتعرض لخسارتها السادسه على التوالي، بس هيدا مش مهم ابدا بالكونتكست اللي عم بتصير فيه المباراه، المهم مين رح يكون صاحب افضل مركز ثالث. طابه لمصلحه لبنان، محاوله ملعوبه لحسن معتوق ولكن الدفاع بيرجع بيعمل كفر عليه للمعتوق، الدفاع بيرجع بينزلق، يعني عم ينزلقوا على ارضه، نحن ما خصنا وما فيهم يتزرعوا انه ارض الملعب سيئه هالمره لانه هيدا ارض ملعبهم، والتايلنديين كثير بيعرفوا منيح ملعب رجا مانجالا. هيثم فعور محاوله تقدم لمصلحه المنتخب اللبناني، عباس عطوي قائد نادي النجمه واحد من ابرز اللاعبين بخط الوسط بلبنان، التمرير لعند وليد اسماعيل، وليد بيلعب لعند رضا عنتر، رضا بحاول يتقدم بيلعب بالعمق ولكن الطابه مقطوعه من الدفاع. نحن بالدقيقه السادسه من الشوط الثاني، لبنان 4 تايلاند 1، النتيجه مهمه ومش مهمه، مهمه للنتيجه لحتى نعمل اكبر فارق من الاهداف، ومش مهمه بحد ذاتها لانه تايلاند مش منافستنا، منافسنا بغير ملعب عم يلعب بنفس الوقت العراق والصين. محاوله للمنتخب اللبناني حاول يلعبها بلاسير عنتر، وليد اسماعيل بيرجع بيلعبها لعند المنتخب اللبناني، سوني سعد بيرد لوليد، وليد بده يرجع يلعب عرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن طلعت مقدر بمرات الملعب، السبين اللي عملته قطعت الجول لاين لحارس المرمى سيوراك تيسدون جيون. كاس اسيا هي الثاني اقدم مسابقه قاريه بالعالم بعد الكوبا امريكا، هدف حسن معتوق الثاني تسديده صاروخيه ما ترك له فيها اي تشانس للحارس التايلندي. بالبطوله 2015 باستراليا في 16 منتخب رح بيشاركوا، لكن ابتداء من 2019 رح بيصير في 24، وبالتالي تاهل منتخب لبنان لهالنسخه بالتحديد 2015 الى طعم اكبر لانه 16 غير 24، 24 بيصير في تشانسز اكثر لفرق أضعف بين هلالين تقدر تفوت على كأس آسيا. بطولة آسيا رح تلعب بين 9 و31 كانون الثاني 2015 بالمدن الأسترالية بسيدني، بريسبين، نيوكاسل، ملبورن وكانبيرا، وكل هالمدن بشرق البلاد. طابة لتايلاند، عم نشوف هون حتى اللياقة البدنية اللي عند التايلانديين منا بأفضل أحوالها، معتز الجنادي بيحاول يمرر بينجح ولكن طابة بيخسرها منتخب لبنان. هيثم فعور بيحاول يعمل بريس، بيطلع الدفاع من مكانه يوسف محمد ونور منصور، الحكم بيقول في ادفانتج ما في فاول، التايلانديين بيقلبوه على الجهه اليسرى، وليد اسماعيل بيحاول ياخذ مركزه، ملعوبه عرضيه خطيره للتايلانديين لحسن الحظ ما في حدا بالمكان المناسب طنس الطابه براسه، بترجع لمصلحه التايلانديين. جاكابان بوجهه عم بيكون في لاعب نور منصور عنده بنيه جسديه كثير ضخمه، نور منصور اليوم هو الثلاثي الدفاعي، نور منصور دودو يوسف محمد بالنص، وعلى الجهه اليسرى معتز الجنيدي، وطبعا على اليمين علي حمام وعلى اليسار وليد اسماعيل. 4-1 النتيجه، لبنان عم يتقدم على تايلاند، وهون المطالبه بالفاول اللي عمله علي حمام على تيراتيب فينوتاي صاحب الهدف الوحيد التايلندي
بهالمباراة. لبنان مصنف عالميا بمركز 121، تايلند بمركز 147، يعني منا كتير احسن من بعض. هذا الترتيب يعتبر متدني، ولكن بالنهايه نحن انه هذا اللي بهمنا، هذا حالنا. يعني منا باحسن فترات المنتخب اللبناني، المنتخب اللبناني مرق باخر سنتين كانوا صعبين، وحتى السيئات غطت على النتيجه الرائعه بتصفيه كاس العالم. هون عم بحكي عن فضائح التلاعب بنتائج المباريات يلي دفع تمانا منتخب لبنان بإيقاف عدد كتير كبير من نجومه اللي ساهموا بنجاحه بتصفية كأس العالم، ومن بعد أجد فضيحة تلاعب الحكام وإيقافهم بكأس الاتحاد الآسيوي والحكام اللبنانيين. كل هذه غيوم سوداء مرت على المنتخب اللبناني. بنتمنى أنه بهالمنتخب من كل قلبنا أنه ما يكون في أي لاعب عم يتلاعب، وبنتمنى أنه يكونوا كلهم، وهذا الشيء واضح منهم، أنه عم بيقدموا أداء وعم بيعرقوا لا قميص المنتخب اللبناني. لكن آفة التلاعب موجودة وين ما كان، حتى موجودة بإيطاليا، واسم المدرب جوزيبي جانيني كان موجود فيها، وتم زج اسمه بين بعض الصحف. محاولة تايلاندية عباس حسن بيطلع، ولكن صافرة الحكم هي اللي بتحسم الوضع وبتعطي ضربة حرة لمصلحة منتخب لبنان. شوف الإعادة هون، لمسة يد على الأرجح كانت على اللاعب التايلاندي صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الأحمر بهالمباراة. تايلاند دولة من الدول الفقيرة نسبيا بالقارة الآسيوية، والمنتخب اللبناني عم بيحاول يسجل هدف خامس لإله. وكمان المنتخب اللبناني رح بيتأهل إذا المنتخب العراقي زاد من غلطه التهديفية بالمرمى الصيني، بس هون لحسن حظنا كمان بعض الهفوات الدفاعية ما عم يتم استغلالها من المنتخب التايلندي، عم يتم ارتكاب بعض الأخطاء فيها. هون في تبديل مزدوج لمنتخب تايلند، لاعب الوسط بوكلاف أنان بيدخل على رح يدخل على أرض الملعب، والمدافع تيتي بان بونج جون بدوره رح بيكون موجود أيضا. بوكلاف أنان لاعب نادي الشرطة عمره 24 سنة، ما عنده خبرة كبيرة. طابة لمنتخب لبنان، حسن معطوق بيحاول يراوغ بينجح بهالشيء، بيحاول يقاتل لكن طابة مقطوعة منه. كأس آسيا مثل ما ذكرت بطولة بلشت سنة 56، المنتخب الياباني هو أكثر منتخب عامل إنجازات بكأس آسيا، ربحان 4 مرات ب 92 2000 2004 و2011. وهون في تبديل عند المنتخب اللبناني، محمد حيدر رح بيدخل بدلا من علي حمام. ربما هون يعني هون المدرب يعني عنده بلش مفعوله، وهون ذكائه، وهون قدرته على التحكم المهمة. عم نشوف محمد حيدر عم يدخل بدلا من لاعب مدافع ظهير ايمن ولاعب وسط علي حمام، عم يطلع من ارض الملعب وعم يتم ادخال محمد حيدر برغم انه لبنان بحاجه لهدف منه او من المنتخب العراقي بمرمى الصين. قد يكون هالتبديل مبكر، قد لا يكون. نتمنى بجميع الاحوال انه النتيجه تكون لمصلحتنا ويكون القرار صائب. على كل حال، مهاجم نادي الفتح السعودي بطل الدوري السعودي للموسم الماضي والمعار من نادي الاتحاد عميد الانديه السعوديه محمد حيدر، وهداف الدوري اللبناني سابقا مع نادي الصفا، عم يدخل على ارض الملعب ونحن بدقيقه 12 من الشوط الثاني، يعني بدقيقه 57 من المباراه، بيدخل بدلا من علي حمام. هذا التبديل الثاني لجنيني، الاول اضطراري، الثاني بإرادته. بعد في تبديل ثالث عند المدرب الجنيني، قد يكون اذا بحاجه لتبديل هجومي الجنيني، يعني منطقيا حسن شعيتو، اولا لانه حسن شعيتو لاعب جيد، ثانيا لانه لاعب بيقدر يسدد بالقدمين وعنده قدره انه يهز الشباك، ثالثا لانه مع المنتخب التايلندي عنده خبره كثير ايجابيه وسجل هدفين بمباراه الذهب. يمكن يكون قرار جنيني مخالف، ولكن منطقيا عم نحكي انه حسن شعيتو اذا بده يكون في دفع هجومي هو اللي لازم يدخل كلاعب ثالث على ارض الملعب، مع احترامنا لا باقي اللاعبين الموجودين اللي عندهم كثير قيمه. وهون الكابتن موسى حجاج كمان عم بيقول لي انه على الارجح اذا بده يدخل حسن شعيتو ممكن يكون تكتيكيا جنيني يلجا لخيار اراحه عباس عطوي. عباس عطوي لاعب ممتاز، ولكن طبعا عباس من اكبر اللاعبين وبالاحرى اكبر لاعب بالمنتخب اللبناني، ويمكن تكون لياقته بهيك مباراه ما تسعفوا لنهاية الماتش. على كل حال، طابة تايلاندية مقطوعة من الدفاع اللبناني بترجع للمنتخب الأحمر داخل منطقة جزاء خطيرة كثيرة، بحاول يعوضها الدفاع اللبناني، بينجح وليد إسماعيل. وليد اللي عم نشوفه عم يضب أكثر لعند معتز ويوسف محمد لمساعدة الدفاع، انطلاقة
كاونتر اتاك، هجومه مرتده لمصلحه المنتخب اللبناني. سوني سعد محاوله، محمد حيدر بدنا نشوف بدايته كيف رح تكون مع المنتخب. لاعب رقم 9 عنده تسديدات ممتازه بالقدم اليسرى وبالضربات الحره. هذا محمد حيدر بده يكسر على الشمال، بده يكسر على الشمال وبده يسدد. واضحه لعبته لمحمد حيدر، دائما بيعملها، دائما بيعملها محمد حيدر، بيكون على الجهه اليمنى بيكسر وبيسدد. لكن رضا عنتر كان عم يطالب منه انه يلعب له الكره لداخل المنطقه بالعمق لحتى يكون في تمركز افضل واوضح للمنتخب اللبناني. على كل حال بنتمنى انه الضغط الهجومي يستمر لمصلحه لبنان. لبنان 4 تايلاند 1، بدنا هدف لنا او العراقي يعمي النتيجه على الصين تتصير 3-0 لحتى نحن ناخذ المركز المؤهل لكاس اسيا من المنتخب الصيني. كورنر لمصلحه لبنان، عباس عطوي على يسار المرمى التايلندي، طابع عالي المحارس ما بيطلع، راسيه للمنتخب اللبناني. رضا عنتر براسياته بالكورنرز كتير جيد خصوصا لطوله الكبير، محاوله داخل المنطقه في دفع، الحكم بيقول ما في بنالتي. الحكم يعني نوعا ما كان قريب شوي، يعني في حوالي 15 لاعب بمنطقه الجزاء، والحكم الياباني الشاب يعني مبدئيا كان شوي بعيد عن هاللمحه، ولو انه البنالتي منا كتير واضحه كانت. على كل حال المنتخب التايلندي بيرجع بينطلق، مقطوع من منتخب لبنان، هيثم فاور بيلعب لرضا عنتر، رضا عنتر فيرست تايم، فيرست تايم بترجع لعند رضا، رضا بيحاول ياخذ الطابه، نوع من سوء التنسيق ولكن رضا بيحصل على الفاول. لاعب عنده خبره هائله رضا عنتر، اكثر من 45 مباراه دوليه و18 هدف لنجم نادي هامبورغ فرايبورغ وكولن السابق بالدوري الالماني البوندسليغا. بقى 4 سنين مع نادي شاندونغ لونانغ، حقق انجازات كثير كبيره معه رضا عنتر، ولكن انتقل مؤخرا لنادي جانكسو ساينتي بعد ما كان في حديث كثير كبير انه ممكن ينتقل على الدوري القطري، ربما الاماراتي او الدوري السعودي. نجم نادي التضامن صور سابقا ببداياته، لاعب يلي عدد كثير كبير من فترات حياته امضاه ببلد سيراليون الافريقي. ضربه حره لمصلحه لبنان، راسيه من دودو في كورنر، مع انه الدفاع التايلندي كان عم يطالب انه تكون جول كيك او ضربه مرمى لمصلحته. هون قصت شعر حلوه من كوراكوت، نتمنى انه كوراكوت وزملائه يعني يكملوا بنفس نهج هالمباراه، لانه لبنان رايح لانتصار كثير كبير، ونتمنى انه المنتخب اللبناني يحافظ على تركيزه لنهايه هالمباراه. خليني اقول يعني نحن بدنا 5 اهداف لنتاهل، يعني اذا كان عندنا 6 اهداف كمان بنتاهل، وبالتالي لبنان ممكن يلعب على اكثر من هدف. محاوله تسديده خطيره ورا، يا الله، حسن معطوب بيضيع الهاتريك وبيضيع الهدف الخامس للبنان، الهدف يلي ممكن يوصل منتخب الارز لاستراليا لبلاد الكونغورو. رائعه كانت هون، يعني بذكرني هالهدف بهدف موسى حجاج بتايلند يلي سجله باجره الشمال بتايلند، ولو انه باجر مختلفه. موسى كمان كان وقتها اخذ العرضيه من هيثم زين ولعبها بسبن كثير كبيره على الزاويه المعاكسه. هون حسن معطوق لعبها بالقدم اليمنى لكن مرقت كثير قريبه على القائم الايمن لمرمى المنتخب التايلندي. الدقيقة 17 من الشوط الثاني، 61 من المباراة، حسن معتوق طابة خطيرة جدا بجانب القائم الأيمن. على كل حال نرجع منقول ومنتابع، لبنان 4 تايلند 1. لبنان بالتياب البيضاء عم بيهاجم من يسار الشاشه ليمين، التايلندية بالتياب الحمر عم بيحاولوا يدافعوا، محاوله خطيره طبعا حطت منطقه جزاء ممكن يسدد الشوت، ولكن الدفاع بيرجع بيقطع وطبعا خطيره لبنان، جول. رضا عملها، رضا يا رضا، رضا لبنان كله عليك يا رضا اليوم، رضا كل اللبنانيه عليك، رضا عنتر عم يرجع يتعنتر على الملاعب مش بس بلبنان بالمدينة الرياضية، إنما بتايلند وإنما بالصين وبكل آسيا. هيدا بطل لبنان والبطل الآسيا والأول. رضا عنتر عم يسجل الهدف الخامس لمنتخب لبنان، والمنتخب العراقي عم يسجل الهدف الثالث على الصين، والدقايق عم تولع بتايلند وعم تولع بالمنتخب العراقي. هدف ممتاز رضا عنتر، شوف رضا عنتر نطرة وأخذ فيرست تايم دومي فونيبل الزاوية اليمين للمرمى التايلندي. 5-1 لمنتخب لبنان بالدقيقة 18 من الشوط الثاني، 63 من المباراة. رضا عنتر عم بيسجل هدف الخمسة واحد، تغيرت المعطيات، قلبت المباريات. شو قلت من دقيقتين؟ قلت نحن بدنا 5 اهداف فرق لنتأهل، بس إذا كان في 6 كمان بنتأهل. بس دائما تذكروا 5 اهداف مش فرق بس بمباراتنا، 5 اهداف بدنا زيادة عن المنتخب الصيني. نحن حاليا متقدمين 5-1، يعني بهالمباراة معنا +4، قبل كان معنا -5، يعني حاليا معنا -1.
الصين خسرانه مع العراق 3-0، يعني معها ماينس 2، يعني نحن حتى لا سمح الله لو دخل بمرمانا هدف او الصين سجلت هدف بالمرمى العراقي بعدنا متاهلين على كاس اسيا 2015. حضروا حالكم على استراليا 2015، الجاليه اللبنانيه باستراليا هي اللي لازم تحضر حالها اول شيء، وهي اللي لازم تفتح بيوتها لللبنانيين بال 2015 لتستقبلهم، ليشجعوا منتخب الارز امام عمالقه الكره الاسيويه، المنتخبات الكبيره اليابان، استراليا، كوريا الجنوبيه وغيرها من المنتخبات. لبنان لاول مره ممكن يكون بالحدث بعرق جبينه بالتصفيات، انما مش بس بالاستضافه مثل ما صار بال 2000. لبنان 5 تايلاند 1، المباراه عم تولع وهون النتائج عم يشوفها الجمهور التايلندي بالهاتف، ولكن طبعا النتيجه ما بتهمه ابدا للمنتخب التايلندي لانه هو خرج من التصفيات. اللي بهم لبنان، وهون صراع وعم نشوف الحكم الياباني عم يتدخل وبيعطي بطاقه صفراء اولى بهالمباراه عم تكون لنور منصور قلب دفاع نادي الصفا بعد هالاحتكاك. ونحن حاليا بدقيقة 20 من الشوط الثاني، نور منصور شوف اللي عادي شو صار، اوه في تاكل كثير قوي، خليني اقول انه مينيموم بدها بطاقة صفراء هالطابة لانه لعبها كثير قاسية، ولو كانت 100% من الخلف لكان بيستحق نور منصور بطاقة الحمراء. على لحسن الحظ يعني الحكم رقب فينا شوي ونور كمان خطأه كان شوي اقل. على كل حال الطابة بترجع لمصلحة المنتخب اللبناني بالدفاع، النتيجة 5-1 لمصلحة لبنان. مباراة جميلة، المنتخب التايلندي بيهاجم خطأ من الدفاع بالتمركز للمنتخب اللبناني، مقطوعة ولحسن الحظ خارج منطقة الجزاء. محاولة لبنانية، طابة ملعوبة على الجهة اليمنى للمنتخب التايلندي، يعني خسر كتير أمور معنوية بهالمباراة، يعني ممكن الأمور تختلف من الناحية البدنية بالدقايق الأخيرة بآخر نص ساعة، لكن معنويا منتخب تايلندي شوفوا اللي عم بيقولوا نتيجته هون، المنتخب التايلندي يعني عم يسقطوا لاعبينه ربما بسبب أرضية الملعب، ربما بسبب يعني الفريق بوجهك بس يسجل 5 أهداف، لو مين ما تكون أنت بدك تخاف منه، بيسجل 5 يعني بيسجل 6 وبيسجل 7، بس المنتخب اللبناني هون الجهاز الفني دوره أساسي أساسي جدا، ولكن يمكن عامل اللغوي بيأثر بهالمباراة. محاولة لمنتخب تايلاند، الطابة بترجع لخارج منطقة الجزاء، بيرجع بيتدخل الدفاع معتز، يلا يا معتز، اعتز يا لبنان بوجود معتز، بوجود غيره من اللاعبين، بوجود رضا عنتر قائد الفريق يلي سجل هدف رائع. رضا عنتر لاعب بيرفع فيه الراس مثله مثل كل اللاعبين الموجودين اليوم على ارض الملعب. حسن معتوب بيلعب لرضا، شوف رضا، شوف رضا المايسترو بوسط الملعب. رضا بيلعب الطابة على الجهة اليمين، محاولة للمنتخب اللبناني، محمد حيدر لعبته دائما بلف لانه لاعب عسراوي دائما بحاول يلف، يا بيسدد او بيرفع، لاعب ممتاز، لاعب شاب هداف بيعرف طريق المرمى. كنت عم بقول انه الجهاز الفني دوره اساسي جدا جدا بهالوقت من المباراه. هون محمد حيدر شوفه رفع ايده 3، سال البنش انه نحن العراق ربحانه 3-0 على الصين، عم بيطمن حاله. دائما اللاعبين بيركزوا على النتيجه الثانيه، ولكن فضل انه اللاعبين يركزوا بس على المستطيل الاخضر، بس على المنطقه التايلنديه هجوميا وعلى منطقتنا دفاعيا، لانه شوفوا التايلنديه عم بيعملوا كاونتر اتاكينج كثير سريع، عم بيعملوا بس بنفس الوقت عم يعملوا شيء ممكن يكلفوا الغالي للتايلنديين. فينا نقول انه التايلنديين كثير صارت صفوفهم نوعا ما متباعده عن بعض الخطوط الثلاثه، من هيك تايلند يعني حابين يثبتوا شيء، حابين يخففوا السكور، حابين يخففوا الفارق مع المنتخب اللبناني. بس لبنان لحد هلا عم يلعب كثير منيح بالمباراه خصوصا بمطلع الشوط الثاني. خليني اقول وكون صريح وكون منطقي ودائما نعطي لكل صاحب حقه، لبنان باخر نص من الشوط الاول ما كان كثير منيح، كان في بعض الكيمياء المفقوده، لكن بالشوط الثاني لحد هلا عم نلعب كثير منيح. هدفين، الاول من معطوب بعد دقيقه وهون الهدف السادس ممكن يتسجل، محاوله لبنان طبعا ملعوبه بالعرض، يعني كان كثير ما عنده انانيه حسن معتوق وحاول يلعب الطابة على طبق من ذهب لحتى يتسجل الهدف السادس، لكن الهدف السادس ما بيتسجل. ونص للزينة اذا بتحصل اليوم على ملعب رجا منقالة، مشوار اللبنانيين على استراليا بيكون شبه مؤكد، طابة ملعوبة بالعرض وضعيفة كانت من حسن معتوق. التبديل الثالث لمصلحة المنتخب اللبناني، ومثل ما توقع الكابتن موسى حجاج عباس عطوي هو اللي بيطلع، ولكن ربما نتيجة المباراة اختلفت. محاولة لمنتخب لبنان، ربيع عطايا اللاعب اللي دخل من ثواني قليلة كاد يسجل ربما أسرع هدف بتاريخ كرة القدم كلاعب بديل، لأنه بعد حوالي ربما 4 ثواني من دخوله بدلا من عباس عطوي ربيع عطايا كاد يسجل الهدف الأول له والسادس لمنتخب لبنان. شوفوا 5 لاعبين داخل منطقة الجزاء، محاولة التسديدة ممكن تكون داخل المربع، ولكن الدفاع التايلندي عشوائي كان سجل خطأ بمرمى فريقه.
مونيش عيطوا بيدخل. ثالث تبديل للمنتخب اللبناني بيستنفذوا المدرب جوزيبي جانيني بداية 24 من الشوط الثاني اي دقيقة 69 من المباراة بيطلع عباس عطوي لاعب نادي النجمة وبيدخل بدلا منه ربيع عطايا اللي ما عنده خبرة كتير كبيرة لاعب نادي الأنصار يلي راح احترف بنادي مصافي الوسط العراقي بدور المنتخب التايلاندي بيستنفذ التبديل الثالث لإله. وهون عم نشوف المدرب كياتي سوكسينا موانج عم بيزج باللاعب الوسط ادي ساك كراي السورن ضربة ركنية لمصلحة المنتخب اللبناني الحارس بيلتقط الطابة. يعني المنتخب التايلندي كنا موفقين انه اخر مباراة عم بتكون معه اضعف منتخبات المجموعة المنتخب التايلندي يلي عرقلنا سابقا وحرمنا انه نتأهل للدور النهائي من تصفيات كاس العالم هالمرة هو عم بيكون البوابة لنا للوصول لكأس اسيا لاول مرة بعرق جبيننا. محاولة للمنتخب اللبناني وفي عرقلة واضحة بس ما في بنالتي لانه على الارجح الخطأ كان خارج منطقة الجزاء. في ضربة حرة لمنتخب لبنان هون يعني محمد حيدر يعني مثل ما بيقولوا سانفوار يعني بدون ما نفكر كثير محمد حيدر اول شيء هو بحب يسدد محمد حيدر من شوف الإعادة حسن معطوق اوه في بنالتي في بنالتي لانه على الارجح يمكن من هالزاوية ما فيني احكم 100% فيني احكم 90 بس على الارجح انه حسن معطوق كان داخل منطقة الجزاء وكان لبنان عنده بنالتي لحتى يحسب الحكم الياباني. لكن خليني اقول انه محمد حيدر ضربته الحرة تلت بنالتي لانه محمد حيدر لاعب محترف بالضربات الحرة بشكل رهيب واذا طابت محمد حيدر قطعت خط الدفاع التايلندي وحائط الصد على الارجح ممكن نشوف هدف سادس لمصلحة المنتخب اللبناني بهالمباراة. لبنان 5 تايلاند 1 المباراة الحاسمة ب تصفيات كاس اسيا للمنتخب اللبناني المؤهل لكاس اسيا. محمد حيدر يلا حيدر حيدر بيحاول يسدد حيدر لعبه كثير بسبن قويه محمد حيدر يعني اول السبن وما اعطاها باور كبيره للطابه. شوف بالاعاده شوفوا الطابه كيف برمت كثير حاول يلعبها بلاسيه محمد حيدر بالزاويه ما اعطاها باور كثير كبيره. لكن على كل حال الهدف السادس كيد يتسجل ونحن حاليا قطعنا النصف الأول من الشوط الثاني. العراق مع الصين 3-0 يعني المنتخب الصيني لحد هلأ معه ماينس 2 ناقص 2 لبنان معه لحد هلأ ناقص 1 بفارق الأهداف. دائما بعمل لكم شو ناقص 1 نحن بدي أرجع عيد يلي بلشوا يتابعونا هلأ نحن بمنافسة مع العراق والصين لصاحب أفضل مركز ثالث بالمجموعات الخمسة. شو يعني ماينس هون بنشوف الفرصه بنرجع بنحكي طابة ملعوبه بالعرض خطير لمنتخب لبنان رضا بحضرها بصدره حلو كتير يا رضا ولكن التمريره قلشت على اجره يعني الفكر تبع رضا صح بس التنفيذ ما ناسبه لعبه ذكيه بصدره ليرجع يلعب بالعرض مرتده لمصلحه تايلاند. الدفاع اللبناني بقياده يوسف محمد دودو التاكل عم بيكون ممتاز من نور منصور تبقى مع المنتخب التايلاندي خطر لمصلحه المنتخب التايلاندي بيرجع بيزول والمنتخب اللبناني عم بيقرب اكثر من التاهل. قلنا شغلتين باول ماتش في فوز وفي تاهل الفوز 5-1 خلاص منطقيا كلنا بنعرف انه المتقدم 5-1 قبل ثلث ساعه يعني تقريبا ربحان المباراه. طابه تايلانديه وكورنر مقطوعه باخر لحظه بعد ما سددها اللاعب البديل اديساك كراي سورن اللاعب يلي دخل من دقايق لاعب عمره 24 سنه لاعب نادي بوريرام مباراته الدوليه الثالثه ما عنده خبره كبيره ابدا مع المنتخب التايلندي. اذا مشاهدينا برجع بذكر وبرجع بعيد لاول مره يمكن تسمعوا بناقص 2 او ناقص 3 او ناقص 1 شو هن هول عم نحكي عنهم؟ نحن عم نحكي عن فارق الاهداف اذا تعادلنا مع المنتخب الصيني بالنقاط. نحن رايحين لناخذ نقطتنا الثامنه المنتخب الصيني كان معه 8 خسران مع العراق بيبقى معه 8 شو بنعمل مين بيتاهل اذا اثنيناتنا نحن والصين معنا 3 نقاط. محاوله للبنان محاوله انفراد الهدف الثالث ممكن يتدخل محاوله لمحسن معطوه اوه خطيره ولكن الدفاع بيرجع بيقتنص هالطابه هون طابه كانت لمحمد حيدر مش لحسن معطوه. محمد حيدر يعني هدافه كثير ولكن من القصص اللي دائما تؤخذ على محمد حيدر انه يعني ما بيكون عنده عدم أنانية إذا بدكم مع لاعبين آخرين معه مثل ما عمل حسن معطوء قبل شوي ومثل ما عمل رضا عنتر كمان يمكن مع الوقت ليفوت بالجو محمد حيدر بحاجة إنه يكون افيشنت أكثر فعال أكثر. إذا صاحب أفضل مركز ثالث حاليا بالمجموعات الخمسة هن 2 لبنان والصين اثنيناتنا معنا نقط. كيف بنعرف بالكرايتيريا مين بيتأهل؟ لنور بيقول تاني كرايتيريا بعد number of points obtained in the group matches يعني عدد النقاط اللي التي حصل عليها المنتخب من مباريات المجموعة هي الجول difference in the group matches أي فارق الأهداف
بمباريات المجموعة. فارق الأهداف قد يكون إيجابي قد يكون سلبي. لبنان مسجل هدف أقل مما دخل بمرمى، وهون ممكن يعدل المجموعة العام وطالب ببنالتي، بس الحكم الياباني بيقول ما في شيء لحسن معطوق. سوبر ستار هالمباراة حسن معطوق، عم بعوض عن مباريات كتيرة مرق بجنبها مع المنتخب اللبناني بالفترة الأخيرة بالتصفيات. حسن معطوق بأول المباراة الشغلة واحدة، لاعب بده ثقة، لاعب سجل الهدف الأول، شوفوا الهدف الثاني شو كان حلو لحسن معطوق، شوفوا حسن معطوق كيف عم يلعب طابات كافيار لباقي زملائه بالمنتخب اللبناني، مش وحده. رضا عنتر عم بيكون ممتاز، باقي اللاعبين، سوني سعد كان افيشنت، الدفاع عم بيلعب دوره بعد ما يوسف محمد اخذ على المباراه. عم نشوف المنتخب اللبناني عم بيرجع يتقدم، محمد حيدر يلا يا حيدر بيلعب طابه بالعرض، محاوله سوني سعد وحسن معطوق، ولكن ما في فاول بيقول الحكم الياباني ياماموتو يوداي. الوقت عم بيمر، لبنان 5 تايلند 1، بعد في ربع ساعة من انتهاء مباراة العراق والصين، وإذا انتهت على المباراة بنتيجة 3-0 بيكفينا هالشي لحتى نتأهل. طابة لبنانية صعبة كانت، الخيار هون صعب كان على محمد حيدر، زيكو مش زيكو بيليه الأبيض طبعا اللاعب البرازيلي، إنما لقبه يعني كان لاعب كبير كاتيسوك لدرجة إنه لقبوه بزيكو. كاونتر أتاك سريع للمنتخب التايلاندي، 3-2 على الدفاع اللبناني، خطيرة جدا للمنتخب التايلاندي، لازم نعوض. لا مش وقت أبدا، مش وقت أبدا، مش وقت أبدا. أدي ساك كرايسور بالدقيقة 75 من المباراة بيسجل الهدف الثاني لمنتخب تايلاند. يعني هالنتيجة فينا نقول إنه صارت بنفس نتيجة مباراة الذهاب يلي أقيمت بلبنان 5-2 لمصلحة لبنان. مش مهم النتيجة، المهم فرق الأهداف. رجعنا حاليا نحن معنا ناقص 2 لأنه نحن مسجلين صرنا 12 هدف وداخل بمرمينا 14، الصين مسجلة لحد هلأ 4 وداخل بمرميها 7. نحن معنا ناقص 2 والصين معها ناقص 2، الصين مسجلة 4 وداخل بمرميها 6. بس الكريتيريا الثالثة اللي بتقول يعني هون ما نرجع للقوانين دايما، هون تسديدة بهدف بمرمى عباس حسن كانت قاسية جدا وموجعة للمنتخب اللبناني. ثالث كريتيريا شو بتقول بعد النتائج أو عدد النقاط وبعد فارق الأهداف؟ الكريتيريا الثالثة بتقول greater number of goals scored in the group matches، يعني أكبر عدد من الأهداف المسجلة بمباريات المجموعة. نحن حاليا مسجلين 12، الصين مسجلة 4، يعني فارق الأهداف بشكل كتير كبير باي فار لمصلحتنا. بعدنا لحد هلأ متأهلين نحن على كأس آسيا. أستراليا 2015 مباراة على جبهتين، على جبهة تايلند وعلى جبهة ماتش العراق والصين. بدنا هدف سادس، لازم ناخد هدف سادس لحتى نطمن حالنا وما يكون في ريسك كتير كبير وما تكون يعني بالفعل ذكرى مؤلمة وموجعة لنا لسنوات طويلة بعد ما كان التأهل كتير 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 قريب منا. يلي بدي أقوله هون شغلة مهمة، إنه بعد في وقت حرزين بهالمباراة، نحن حوالي ربع ساعة لحتى تنتهي، حوالي ربع ساعة لحتى تنتهي هالمباراة. ضربة حرة لمصلحة منتخب لبنان خطيرة، حاول يلعب هون نور منصور على الأرجح، شوفوا حارس المرمى بيلعب بذاك حارس المرمى، عمل الطابة سريعة جدا، عم يستفيد من التقدم اللبناني، وهون في خطر كتير كبير، الدفاع بيرجع بيتدخل عن طريق وليد اسماعيل على الأرجح يلي قطع هالطابة. بعض المفركعات النارية من الجماهير التايلاندية المتواجدة على المدرجات. لبنان 5 تايلاند 2، المنتخب التايلاندي ما عم يستسلم، ما عنده عقدة مثل ما قلنا، ما عنده شيء يخسره. لبنان بدوره بحاجة لهدف سادس لحتى يعزز موقعه الثالث بين المجموعات الخمسة. برجع بسرعة بدي ذكر لأنه هالشي ذكرته بالشوط الأول، بالشوط الثاني لازم نذكر أيضا أنه المنتخبات اللي تأهلت على كأس آسيا هي الأبرز بالقارة لحد هلأ. محاولة طابة مقطوعة من المنتخب اللبناني، في خطر كتير كبير عم بيكون، الدفاع لازم يوعى أكتر، لاعبين الوسط لازم يوعى أكتر. هون بدنا نشوف دور ربيع عطايا بعد ما زج فيه المدرب بدلا من عباس عطوي، لاعب ما عنده خبرة دولية لكن لاعب موهوب، طابة ملعوبة داخل منطقة الجزاء والحارس بيرجع بيتدخل عباس حسن لحتى يخلص هالطابة. زادت المصاعب بالنسبة لمنتخب لبنان لأنه العراق عم يتلقى مرمي هدف، والنتيجة صارت 3-1 بين العراق والصين. يعني المنتخب الصيني صار عنده ماينس 1 بهاللحظات، بطلنا متأهلين على كأس آسيا. شوفوا قديش أثر الهدف اللي دخل بمرمينا،
وشوفوا قديش اثرت ربما ضربه الجزاء اللي ما احتسبها الحكم لنا داخل المنطقه. ما بدنا كثير نتحسر من هلا، هلا عندنا ربع ساعه بدنا نركز عليهم، بدنا نركز انه المنتخب اللبناني بده هدف لحتى يتاهل على كاس اسيا. لازم الجهاز الفني يعطي معنويات، لازم يرشد اللاعبين لتحسين التمركز، لتحسين طريقه اللعب، لمعرفه كيفيه الوصول على المرمى التايلندي. مباراة على جبهتين، برجع بقول العراق تقدمت على الصين 3-1، العراق تحتل المركز الثاني بمجموعات، الصين هي أفضل ثالث حاليا. كتير صعب يلي عم بيصير حاليا لأعصاب الجمهور اللبناني، كتير صعب ربما لقلهم أكثر من اللاعبين يلي عدد كبير منهم يمكن ما بيعرف النتيجة هلأ بلاعبي المنتخب اللبناني، والأفضل إنه ما يعرفوا هالشي. شوفوا الجمهور اللبناني ماسك الهواتف بإيده، وهون الزميل رشيد نصار كمان مراسل المنتخب بدوره، كل الجمهور واقفين على أعصابهم لحتى يشوفوا كيف رح تنتهي هالمباراة. نحن بالدقائق الأخيرة من اللقاء، بالدقيقة 80 تحديدا، 10 دقائق من الوقت الأصلي بس، حسن عطوق يلا يا معطوق لازم يكون في كثافة أكثر داخل المنطقة. دودو وارد عنتر اثنيناتهم بيعرفوا يضربوا كثير منيح براسهم، لكن الطابة خطيرة داخل المنطقة الأرضية، بدل ما تكون عالية وسيبها حدا براسه كانت ملعوبة بظهر الدفاع، بس المنتخب التايلندي بيرجع بشتتها في خطر كتير كبير. التايلنديين مش مستسلمين، عم يلعبوا مباراتهم مش وكأنها تمرينة، عم يلعبوا مباراة إثبات النفس. 5-2 وتمريرة بظهر الدفاع خطيرة عباس حسن، برافو يا عباس يا حسن، ممتازة من حارس المنتخب السويدي السابق للفئات العمرية، ساهم اليوم هلأ بهاللقطة عباس حسن بحرمان تايلند من هدف محقق ثالث بعد ما طلع أكثر من 19 متر من مرمى وخلص مرمى. برافو يا عباس حسن، خليك هيك، الدفاع لازم يكون متماسك أكثر. هيدا حسن شعيطو موني حتى ولو ما عنده إمكانية وأمل أنه يدخل بهالمباراة إلا لأنه واقف على أعصابه مثل كتار من اللبنانيين. تسديدة تايلندية ضعيفة، ضعيفة التسديدة التايلندية، والنتيجة 5-2 لمصلحة لبنان. العراق متقدم 3-1 على الصين، يعني نحن برات كأس آسيا والصين مشاركة، التنين الأحمر موجود بكأس آسيا، الأرض اللبنانية مش موجودة، بدنا هدف واحد بس، هدف واحد يا يعني نحن نسجله أو العراقية يسجله. منيح في تكتف عرف بيكون إذا العراق ساهمت بحرمان المنتخب الصيني وفتح الطريق للمنتخب اللبناني بأنه تسجل هدف رابع لقلها وتعبد الطريق للبنان، لأنه لبنان بالفعل اليوم عمل مباراة جيدة ولو أنه في عنا أخطاء تكتيكية، إلا أنه الأهداف الخمسة اللي سجلناها كانت أهداف جيدة وأهداف جميلة، وكان في روح هجومية ممتازة من المنتخب اللبناني. قد تكون هاللقطة هيدي لقطة استراحة، لقطة توقف لاسترقاط الأنفاس بعد هالخطأ اللي حصل عليه منتخب لبنان، دفعة واضحة عم بيعملها اللاعب التايلندي البديل تيتي بان بونغ جان على معتز الجنيدي. كتير عم بتكون عنا فرص قريبة لتسجيل الأهداف، شوفوا هون يعني ممكن تفرق الكرة سنتيمترات لحتى نستفيد منها. خليني ارجع اقول انه سوني سعد يلي بعد ما دخل سجل الهدف الثاني او الثالث لمنتخب لبنان. سوني سعد نحن بانتظار لمحة ثاني منك، نحن بانتظار. اوه للأسف هون معتز عم يعرج على الأرجح، بعتقد الضربة على كاحله يمكن لمعتز لأنه تعرض له من وراء. خلينا نشوف هون الطبيب جوني إبراهيم أي جزء رح يلقط له من إجره، بالفعل على الأرجح على كاحله أو على التاندون ده شيل من وراء وتر أخيل. طابة لمنتخب لبنان، نحن 10 لاعبين ولكن الطابة داخل منطقة الجزاء، قلشت الطابة ما قدر يصيب فيها محمد حيدر مع أنه فشلاوي وجت على إجره الشمال، ما قدر محمد حيدر يستفيد منها للطابة. شوف بالإعادة كان ببوزيشن كتير منيحة محمد حيدر هون انه يصيب المرمى، يعني على الأرجح كان مشرع على المرمى لأنه الحارس التايلندي قصير، يعني ما توفق فيها أبدا محمد حيدر لها الطابة. على كل حال 5-2 النتيجة ببانكوك، 3-1 بالإمارات، العراق ربحان على الصين. بدنا هدف نحن نسجله نسبق الصين، أو بدنا هدف من العراق يسجله بمرمى الصين لحتى نتغلب بفارق الأهداف. على كل حال تسديدات 11 للبنان، 5 منها هزوا الشباك، 7 لتايلند، 2 منها هزوا الشباك. محاولة رضا عنتر، محاولة تقدم لمنتخب لبنان، 2 بمواجهة 2، التمريرة عرضية كان ممكن تكون أفضل والتعب ممكن يأثر على اللاعبين اللبنانيين. مباراة فيها سبرنتات كتير، فيها عدو كتير، فيها تعب عم بيكون للمنتخب اللبناني. محاولة جديدة، طبعا ملعوبة عرضية خطيرة للمنتخب اللبناني، طبعا بأرض الملعب بس ما في مين يتابعها. مباراة خاطفة للأنفاس عم بتكون، ولكن النتيجة لمصلحتنا. جوزيبي جانيني بحاجة ماسة لهالفوز، يعني يمكن يكون لحسن الحظ معتز بيرجع بيدخل على أرض الملعب. جانيني مباراة جدا جدا معقدة بالنسبة له، خليني أقول يعني إذا اليوم المنتخب اللبناني ما تأهل
يمكن يكون مصير جانيني مجهول مع المنتخب اللبناني بما انه بيكون يعني بمهمته الاساسيه تاهل لكاس اسيا ما قدر يحقق المطلوب مع انه كان عندنا امكانيه ثلاث مراكز نتاهل بعد ما في شيء انتهى بعد عندنا حوالي 6 دقائق من الوقت الاصلي لبنان بحاجه لهدف اكان منه او المنتخب العراقي بدنا الهدف المنتظر بدنا الهدف العميق بحس عنه 4 ملايين لبناني ممكن يكون بهالهجمه ممكن يكون اللاعب اللبناني بيصوت الحكم بيقول ما في شيء عم يحمي طابته اللاعب اللبناني بيرجع بيصوت بتبقى مع لبنان المنتخب اللبناني بتياب البيضاء عم يحاول يوصل للهدف الطابه عم بتدور رضا عنتر وزواليو محاوله الوصول على حدود منطقه الجزاء ودخول الاختراق حلوه وخطيره ما بيقلوا باللاعب لكن بيرجع الدفعه اللي بتعرض لها الحكم ما بيعطي فيها بنالتي واضح انه الخطا ما كان كثير اوبفيوس للمنتخب اللبناني لكن في كورنر ضربه حره بمكان دائما بيكون خطير ولو انه كورنر ليش دائما الضربه الحره خطيره لانه الضربه الحره تسمح لكثافه عدديه اكبر من المدافعين يكونوا موجودين بداخل المنطقه وهذا اللي عم بيصير الحارس اللي بمنطقته تائه من مكانه لكن للاسف ما بترجع للمنتخب اللبناني الدفاع التايلاندي رضا عنتر بيحاول يعوض رضا تعبان رضا لياقته طبعا مش عم بتساعده بس رضا دماغ كروي كتير كبير ممكن يعوض بدماغه لياقته بتبقى الطابة مع المنتخب اللبناني رمي التماس الدقائق الاخيره من المباراه نحن بدقيقه 40 بعد دقيقه 5 دقائق ما في ابدا تعصيب وما في توتر عند التايلانديين عكس لبنان عكس الجمهور اللبناني جانب من اللاعبين الاحتياطيين عند المنتخب اللبناني اللي برجع بذكر هون بيناتهم احمد عطوي الحارس احمد تكتوك حسن شعيتو موني حسن محمد مهاجم نادي النجمه محمد زين طحان والحارس الاحتياطي لاري مهنا الطابه مع المنتخب اللبناني ما في اي تبديل ممكن يصير لانه ثلاث تبديلات استنفدناها اول اضطراري بسبب الاصابه باول شوط بتبقى طابه لبنانيه ملعوبه عرضيه مش كتير دقيقة بتبقى مع المنتخب الأبيض يلا بحاجة نحن نتقدم بحاجة لهدف سادس وبحاجة نفتح عين على الدفاع لا الطابة يمكن تكون كتير قوية قوية الطابة عم بتكون ما بيقدر يلحق فيها جهاز الفن الإيطالي بالكامل لمنتخب لبنان جوزيبي جانيني بمساعدة أليساندرو دوتشي كارلو تيبي ومدرب الحراس جوفاني تشيرفوني لبنان عم يبحث أنه يتأهل لأول مرة بعرق جبينه على كأس آسيا كأس أكبر قارة بالعالم هالبطولة اللي رح تلعب بأستراليا بال 2015 اللبنانية بحاجة يشتركوا بهالبطولة قبل ما تتحول من 16 منتخب ل 24 لأنه كل ما يكون العدد أقل كل ما يكون التأهل أصعب دايما عم نحكي عن الهدف دايما نحن بحاجة أنه الهدف نسجله بس حسن حارس مرمى وعم بيكون حارس مرمى سوبر عم بيكون حارس مرمى على طريقة رياضة الفوتسال عم يحاول يساعد زملائه بخط الدفاع بما أنه خارج منطقة الجزاء ما قاله حق يلتقط الطابة بإيده على كل حال النتيجة برجع بذكر 5-2 لمصلحة منتخب لبنان نحن بحاجة لهدف واحد لحتى نسبق الصين التمريرة ضعيفة عم بتكون الدفاع التايلاندي سهلة لقله لازم نعمل بريس لازم نعمل ضغط من هلأ ورايح نحن هلأ بالدقيقة 42 من الشوط الثاني يعني بعد دقيقة 3 دقائق وقت محتسب بدل وقت أصلي ويمكن مثله أو أكثر شوي وقت بدل ضايع خليني أقول أنه المنتخب اللبناني لازم ياخد ريسك هلأ يعني كان في مخاطرة أخذناها بفترات معينة بس هلأ لبنان الجهاز الفني هون لازم يقول للاعبين أنه العراق متقدمة على الصين 3-1 ونحن بدنا هدف يا شباب خذوا مخاطرة يعني لازم يكون في واحد من خط الدفاع من الشباب اللي عندهم قامة طويلة موجود بالمقدمة وأنا شخصيا بعتقد أنه يوسف محمد مؤهل للعب هالدور بما أنه بكراته الرأسية قادر أنه يسجل بيترك معتز جنيدي ونور منصور بالخلف ودودو لازم يتقدم بآخر دقائق لحتى يساعد خط الهجوم ويكون لاعب ثابت بمنطقة الجزاء هيدا شيء غريب ولكن هيدا الريسك والمخاطرة هيك بتتاخد يمكن نتلقى هدف ثالث لا سمح الله بس نحن بحاجة أنه نسجل هدف سادس لقلنا يكون الهدف اللي عم بيوصلنا للكأس القاري مدربي الفريقين زيكو المدرب التايلاندي وجانيني مدرب منتخب لبنان اللاعب الإيطالي السابق بنادي الروما إذن دقيقة أخيرة الخطط يمكن تكون فيها غير مطبقة على أرض الملعب بسبب التعب بسبب الإرهاق بسبب طبعا مستوى الكرة الأسيوية يلي دائما ما بتكون بدقيقة الأخيرة فيها فلتان تكتيكي خليني أقوله هون في ضربة حرة لمنتخب التايلاندي عم بيحاول فيها أنه يستوعب الأمور يهدئ البال ويسجل هدف ثالث يخفف خسارته الكبيرة رضا عنتر هون بتوك مع الحكم الياباني بيقول له يلا عجل وطبعا رضا عنتر
اسم معروف اسيويا، ضربة حرة بحاول يسجل فيها مباشرة. اللاعب التايلندي اللي قدر يسجل الهدف الاول من ضربة جزاء تيراتيب فينو تاي، شوف بالاعادة لعبها بدون خطر كبير على المرمى اللبناني. اذا لبنان 5 تايلند 2، بدنا هدف سادس لحتى نتأهل على كأس آسيا. هذا الفوز منه كافي لألنا، بدنا هدف، بدنا نهز الشباك لحتى نكسر كل هالتابويات يلي كان عنا إياها بالسنوات الماضية ونقدر نوصل للبطولة القارية، بطولة أكبر قارة بالعالم، كأس آسيا اللي تقام مرة كل 4 سنوات يلي لبنان استضافها بال2000 وتشارك فيها بصفته المضيف مش بصفته متأهل من التصفيات. هالشي ممكن نعمله لأول مرة بتاريخنا. الطابة اللبنانية ورمية تماس ثاني مرة، الدفاع التايلندي شتت، الوقت عم يمر مش لمصلحتنا ايضا. العراق ربحان على الصين 3-1، بدنا نسجل هدف والمنتخب الصيني كمان بدوره ما يسجل، لازم المنتخب اللبناني يهز الشباك. الطابة للمنتخب الابيض بعد معنا، يلا يا شباب، في 4 داخل المنطقة، صاروا 5 وفي فاول، الحكم بيقول ما في شيء او كورنر، ما طلع لنا شيء من هالطابة من محمد حيدر للاسف، كان فينا نحصل عليها ونستفيد منها اكثر واكثر. هدف واحد ممكن يحسن كتير بالفوتبول اللبناني لأكثر من سنتين. المنتخب اللبناني بحاجة انه يتأهل. هون في كاونتر اتاك خطيرة، عباس حسن بيطلع، عباس حسن عم يلعب دور المدافع ودور الحارس، يلا يا دفاع ساعده لحسن، برافو يا دفاع، بيتقدم بحاول، بترجع لعباس حسن يلي بيحصل على الجول الكيك، الدفاع بيرجع بيساعد عباس حسن، عنده ماتش كتير منيح اليوم كان عباس حسن، اخذ بمرمية هدف تاني، حاول يصد للطابة بس الهدف الاول ما بيتحمل مسؤوليته بما انه كان من بنالتي. على كل حال الثواني الاخيرة من المباراة، لبنان 5 تايلند 2، بدنا فارق الاهداف يكون لمصلحتنا، بدنا هدف سادس لحتى نتأهل. كل المنتخب الابيض لازم يتقدم، كل المنتخب الابيض لازم يتقدم بدون استثناء، حتى حارس المرمى عباس حسن لازم يتقدم، بدنا هدف. ال 5-2 بالنسبة لنا مثل ال 5-3، طب اللبنانية كادت سنتيمترات قليلة توصل لنا لحتى نسجل الهدف السادس، ضغط كتير كبير، لاعبين المنتخب اللبناني الاحتياطيين واقفين وعلى اعصابهم مثل الملايين الاربعة، ترجع تايلندية، بدنا اقتناص للطابة، هيثم فعور بيقطع عنه اللاعب التايلندي بسهولة، طالعين التايلنديين 4-4، الوقت عم بيمر، الطابة التايلندية ملعوبة بالعرض، مش مشكلة، قلنا في ريسك لازم يتاخد، بس بعد الريسك لازم يتاخد أكثر، بعد هجوميا لازم يتاخد أكثر الريسك. الطابة التايلندية عرضية لعباس حسن، يلا عباس، شوفوا عباس بيتقدم، عباس لازم يتقربوا أنتوا والدفاع والوسط والهجوم، يعني ما لازم يكون الهجوم أعمى، بس في ريسك لازم يتاخد، إيه في ريسك، يعني بنشوف أوقات حارس المرمى هو اللي بيهاجم، هيدي طابة فيها ريسك، شوفوا شوفوا بي على الشاشة 5 لاعبين بالأبيض، لا لا لا، الدفاع التايلندي بشق النفس، والحكم الياباني بيعلن نهاية هالمباراة بفوز لبنان 5-2 على تايلند، والمباراة بين العراق والصين يلي عم بتكون بثوانيها الأخيرة، عم بتكون بثوانيها الأخيرة المباراة بين العراق والصين 3-1. خلينا ننتظر ثواني قليلة تنشوف إذا المنتخب العراقي رح يقدر يسجل هدف يوصلنا على كأس آسيا 2015. لبنان بيربح 5-2. برجع بذكر محمد غدار فتح التسجيل بالدقيقة الثالثة، سجل حسن معطول الهدف الثاني بالدقيقة 20، قلص الفارق تايلند بالدقيقة 22 من بنالتي، سوني سعد الهدف الثالث بالدقيقة 45، حسن معطول رزع سجل الهدف الرابع بالدقيقة 46، رضا عنتر بالدقيقة 63 الهدف الخامس، وأدي سوك بالدقيقة 15 سجل الهدف الثاني لتايلند لحتى تايلند تخسر 5-2 أمام لبنان. المباراة الثانية بين العراق والصين قد تكون بلحظاتها الأخيرة، العراق ربحان 3-1 على الصين وهدف واحد بعد لبنان لحد هلأ عن المشاركة لأول مرة بتاريخه بكأس آسيا 2015، هالبطولة القارية اللي بتلعب مرة كل 4 سنوات. على الأرجح المباراة بين العراق والصين رايحة لتقدم وفوز العراق 3-1 على الصين. بتقول هارد لك للمنتخب اللبناني إذا ما قدر يتأهل، ومبروك للمنتخب العراقي بدوره، بتمنى أنه بمناسبات تانية أنه المنتخب اللبناني يقدر يوصل على البطولات الكبيرة، وليش لا يوما ما على كأس العالم. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم، بدي أرجع على الاستوديو مع زميل غياس ديبرا والكابتن والنجم اللبناني السابق موسى حجاج. بدي أشكرك أكيد جوزيف، يعني حابين كان تكون الفرحة مثل ما تمنينا على الأقل، لكن للأسف يعني الشيء اللي صار بالدقائق الأخيرة غير كتير
من المباراة، خاصة يعني الهدف الأخير، وهذا الشيء كنت عم بحكي عنه كابتن موسى. نسجل أوكي، بس بدنا نحمي حالنا، وهدف واحد يعني كتير قاسي، كتير صعبة، وعم نشوف على كل الأحوال نحن بهالوقت الأهداف. شدتنا بالشوط بين شوطين المباراة على أمر مهم جدا، إنه الفريق التايلاندي بالحالة الهجومية عم بيكون مرتاح وعم بيطلع من دون خوف، لأنه ما عنده شيء يخسر وعم يلعب مباراة مفتوحة، فعم تكون علينا صعبة الأمور. وشفنا بعد ما سجلنا الهدف الخامس كنا 5-1 مرتاحين مؤهلين، كان مفروض علينا نعمل تنظيم دفاعي أفضل. صح. يعني أنا ما بدي حمل مسؤولية لحدا، بس يعني الكرة كان فيها عليها انقضاض سريع من وليد، كان فيه يعمل ديلي، كان فيه يعمل تأخير ليجي دعم من وسط الملعب، ليجي دعم مدافع، وكانت الكرة في وسط الملعب بعد كتير بعيدة عن مرمينا، كان انقضاض سريع. هذا يعني في علامة استفهام خطأ ما لازم ينعمل. وليد لاعب كبير، لاعب خبرة، ما لازم كان يقوم بهذا الانقضاض السريع، كان لازم يعمل تأخير لعب ليجي دعم. يمكن هلا بنشوف الهدف الثاني دخل مرمينا، ما كان لازم. نحن كنا بوضع كتير منيح، مسيطرين على المباراة من أول دقيقة. صحيح. الشوط الثاني سيطرنا عليها، كنا قادرين ندل مؤهلين ونحافظ على النتيجة. ولاحظنا التعب كابتن موسى، يعني آخر تلت ساعة من الجيم المنتخب اللبناني هجوما نعم هذا عنده فعالية، يعني عكس البداية الرهيبة بانطلاقة طبيعي، لأنه البداية قوية، بلشنا بداية كتير قوية، خسرتنا مجهود كتير عالي، ونحن مطالبين بسكور كبير. الجهد العصبي، الجهد الذهني اللي مبذل، هذا بيعمل إرهاق وبيعمل إجهاد، التفكير دائما بالنتيجة بدها تكون كبيرة، وتفكير بمباراة التانية اللي عم بتصير بمطرح تاني، هذه عوامل تصرف من القوة البدنية للاعب اللبناني. رغم هذا الشيء قدرنا تفوقنا، التبديلات كانت صحيحة 100%، عملت تغيير بالمجموعة، جابت النتيجة المرجوة اللي نحن بدنا إياها، اللي هي 5 أهداف وصلنا لها بتعب وبجهد. وأنا هون ما فيني إلا ما هنيهم جميعا كلاعبين، ومشكورين جدا على هالأداء العالي وعلى هالنتيجة وعلى الإصرار والعزيم اللي عندهم إياه، قدروا يحققوا 5 أهداف. المدرب بتغييراته وقراءته المباراة كان جيد، باستثناء لحظة واحدة لما وصلنا على الهدف الخامس، كان لازم نعمل حرص دفاعي وخوف ونكون حذرين أكثر، إنه هذا شيء ثمين ما لازم يعني نفرط فيه بسهولة. كابتن موسى، هيك سيناريو هالقد صعب او مأزي اذا في يقول، يعني بيجرح بالصميم، يعني انه قد ايه ممكن ياثر علينا، يعني انه وصلنا لهون واخر شيء، يعني يمكن لو المنتخب الصيني ما سجل هدف كانت مشت الامور، ولو نحن ما يعني كثير صعبه، يعني السيناريو ما ممكن يركب. اكيد اكيد، هو اللي يعني الشيء المحزن والصعب بالمباراه كلها هو السيناريو اللي صارت فيه، يعني وصلنا للغايه اللي بدنا اياها ورجعت راحت منا، وشوي كنا حنرجع ناخذها ورجعت راحت. شوف، بالنسبه بشكل عام للفوتبول، نحن لو تاهلنا شغله كثير كبيره وخطوه كثير منيحه للامام، لكن لعبه كره القدم اليوم المباراه خلصت، نستفيد من اخطائها، نتعلم من ايجابياتها ونثابر عليها. لعب الفوتبول بينسى، بكره عنده بطولات تانية وعنده مباريات تانية، الجمهور انا بقول لك بيتاثر بيتحسر، عنده حسره كبيره، كان عندنا حلم انه نوصل على كاس اسيا وهذا امر مهم جدا، لكن الحياه بتكمل، الفوتبول بيكمل، مثل ما عم نشوف عندنا منتخب قادر يوصل لبطوله اسيا، قادر يوصل لكاس العالم، بدنا شويه شغل بعد كلنا سوا، بدنا اصرار، بدنا عزيمه، بدنا بذل اكثر، يكون عندنا ايمان بامكاناتنا بنقدر نوصل. أكيد. إذن مشاهدينا، يعني مشوارنا الطويل بتصفيات آسيا يلي بدأ من فترة طويلة نحن وياكم، يعني كنا حابين ينتهي بأفضل من ما انتهى، رغم أنه المنتخب اللبناني فاز، عمل اللي لازم يعمله، قدر فاز بنتيجة 5-2، لكن ما كانوا كافيين بالنسبة له، لأنه المنتخب العراقي كان عم يفوز على المنتخب الصيني بنتيجة 3-1، وفرق الأهداف خلى منتخب لبنان يكون خارج كأس آسيا 2015 اللي كنا متمنى أكيد نشارك فيها. آخر كلمة لك كابتن موسى حجاج قبل ما نختم. أنا بدي أتشكركم طبعا، أنا بدي أقوله منا نهاية الطريق، منا نهاية العالم، مشوار كتير طويل قدامنا لفوتبول لبنان، نقدر نتطور. اليوم نحن صرنا رقم بالعالم، رقم بآسيا بالفوتبول بآسيا، بينحكى فينا، عم نتنافس كنا نحن والصين وعراق، يعني آخر شيء وفرق هدف، على فرق هدف، لاعبيننا صاروا على مستوى ثقة، بيظهروا لبرا بيحترفوا، بيبيضوا وجهنا، بيبيضوا وجه لبنان، فوتبول لبنان، أمر مهم جدا، نستغل هذه النقاط القوة اللي عندنا، نشتغل عليها،
ونستثمرها للافضل. مشكور بدي اشكرك اكيد كابتن موسى حجاج، بشكر كمان الزميل جوزيف ابي شاهين. مشوارنا اليوم بينتهي، بنلتقى اكيد يوم الجمعه المقبل، لكن هالمره ببطوله لبنان لكره السله. بشكر حسن المتابعه، بدي اودعكم مشاهدينا، الى اللقاء.